ورحمة الله وبركاته. ازيكم الدكاترة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم مي محمود. ان شاء الله هنشرح مع بعض ايه النهارده؟ هنشرح اول محاضرة من محاضرات مديول الرمد. هو ان شاء الله مديول بسيط وسلس باذن الله ويعدي علينا بشكل سلس. والكونتنت بتاعه ان شاء الله يكون كميته حلوة، تمام؟ هو يعني حتى لو كميته كبيرة شوية لكن هو الكونتنت نفسه والمادة العلمية كويسة باذن الله. وفكرة ان هو من الكتاب بس واللي احنا بنركز على الكتاب وكده ونركز على تأكيدات الكتاب، فالدنيا دي هتبقى فير جدا معانا واللي احنا بنقعدش تايهين. ان شاء الله هنتكلم عن ايه المحاضرة دي؟ هنتكلم عن الشابتر 1 اللي هو الانترودكشن. اول حاجة هنتكلم عن الاناتومي بتاع الاي، وهتكلم كمان عن الفانكشن بتاعت الاي، وهتكلم عن شابتر الاكزامينيشن. بقيت الشابتر الانترودكشن هو الاكزامينيشن، والاكزامينيشن ده هيجي في العملي، تمام؟ وممكن يجي في النظري بس الاساسي بتاع العملي، وكمان هو اتشرح في الراوندات، تمام؟ طيب اول حاجة بيقول لنا الاي دي هي مسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن الفيجوال سيستم، عن اللي هو نظام الابصار، تمام؟ جهاز الابصار، تمام جدا. الاي شكلها عاملة ازاي؟ شبه الكورة، هي شبه البول. البول دي هي شبه البول، نايمة فين؟ نايمة في بوني كافيتي. يبقى هي شبه البول، نايمة في بوني كافيتي. بوني كافيتي، بوني كافيتي دي بنسميها الاوربت. يبقى الاي هي الاي بول، بتكون جزء نايم فين؟ نايم في قلب الاوربت اللي هو البوني كافيتي بتاعها. طيب هل هي الاي دي كده؟ يعني احنا واخدين كده ساجيتال سيكشن من الجنب، تمام؟ انا كده مسكت الراس وقطعتها كده بالطول وبص بص من الجنب. فهل هي الاي دلوقتي نايمه في البوني كافيتي ده هباء كده؟ لا، هي مش نايمه هباء، لا هي بيكون في فات وفي فايبرس تيشو. فات دهون، شويه دهون وفايبرس تيشو حوالين الاي. ليه؟ علشان يعملوا لها كوشن، بيتبطنوا الاي من كل الاتجاهات عشان ما تقعدش تترج كده وايه وتتعور او يحصل لها مشكله. بس في فات وفايبرس تيشو بس؟ لا، ده كمان في مصل زي ما احنا شايفين في عضلات اهي. دي بنسميها ايه؟ بنسميها اكسترا اوكيولار مصل. يعني ايه اكسترا اوكيولار مصل؟ اللي هي بتكون العضلات اللي خارج العين، دي اللي مسؤوله عن حركه العين. لو شديناها كده العين تيجي ناحيه اليمين، تبص ناحيه اليمين كده، شمال، فوق وتحت، تمام؟ يبقى هي بتبص في الديفرنت دايركشن. فاحنا وجينا بصينا في الاوربت، الاي بتكون محاطه بحاجتين، الاوربيتال فات والفايبرس تيشو. ليه؟ عشان تشتغل كانهم كوشن، مخدات حوالين الاي، وفي نفس الوقت بيكون ماسك فيها الاكسترا اوكيولار ماسل علشان خاطر دي اللي بتكون مسؤوله عن حركتها في الاتجاهات المختلفه. طيب هو دلوقتي زي ما احنا قلنا اللي احنا بنحمي الاي من ورا اللي هي نايمه في بوني كافيتي اللي هو الاوربت. طيب من الامام انا محتاجه احميها برضو. طيب هحميها بايه بقى؟ طيب تعالوا نبص كده، احنا دلوقتي عندنا دي الاي ليد اهي، تمام؟ ادي الاي ليد اللي هي الجفن بتاعنا. الجفن بتاعنا من هنا لو كان جلد هنا فيه ميوكس اللي هو بنسميه كونجكتيفا، تمام؟ طيب الكونجكتيفا دي بتكون جايه من هنا من اي، وتكون جايه نازله كده على الجلوب من اهو من قدام كده. هي الكونجكتيفا دي بنسميها الملتحمه اصلا، تمام؟ الملتحمه ليه؟ عشان هي بتلتحم الايلت بمين؟ بتلتحم الايلت بتاعتنا بالكورنيا بالسكليرا، يعني بتحميهم كده اهي زي ميوكوس ميمبرين اهو بيكون مغطيها كده بالشكل ده. دي اسمها كونجكتيفا، دي من الحاجات اللي بتحمي، تمام؟ طب وايه كمان؟ اللاكريمال سيستم. احنا عندنا غدد دمعيه بتقعد تخرج تيرز. طب ايه وظيفه التيرز اللي بتخرج؟ حاجتين. هي دلوقتي الكورنيا بتاعتنا، هنيجي نقول دلوقتي الاجزاء بتاعت العين، بس هقول لكم ان الكورنيا بتاعتنا بتكون افاسكولار، ما فيهاش اي بلاد فيزل، فبالتالي ما بيوصلهاش تغذيه. طب هتتغذى منين؟ هتتغذى من الدموع اللي بتفرزها اللاكريمال سيستم. وايه كمان وظيفه التيرز؟ هنقول كمان وظيفه التيرز ان هي بيكون فيها لايزوزايم، معنى هي فيها لايزوزايم فبتشتغل كبكتيروسايدل. يعني ايه بكتيروسايدل؟ يعني تموت البكتيريا، تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا ان احنا بنحمي العين من قدام ازاي؟ بثلاث حاجات. عندنا الايليد، والايليد بيكون ماسك من جواها الكونجكتيفا زي ما احنا شفنا، وكمان بيكون فيه شويه تيرز بتخرج عن طريق اللاكريمال سيستم، تمام؟ طيب سكت على كده؟ لا، يبقى احنا كده اتكلمنا دلوقتي ان هي نايمه في الاوربت، والاوربت مش نايمه هباء، فيها فايبرس تيشو والفات، تمام؟ عامل لها كوشن. مش بس كده، اللي مسؤول عن حركتها الاكسترا اوكيولار ماسل، تمام؟ وبعد كده قلنا اللي احنا عايزين نحميها من قدام زي ما حميناها من جميع الاتجاهات، وعرفنا نحميها من قدام ازاي؟ عن طريق الايليت، عن طريق الكونجكتيفا، وعن طريق التيرد، تمام؟ بعد كده عايزين يقول لنا عن الاي بقى نفسها، احنا كده اتكلمنا هي موجوده فين وبتتحمي ازاي. دلوقتي الاي ذات نفسها بتتكون من كذا طبقه، مالتي لايرد وول، وهناخد كل الطبقات بتاعه الاي دلوقتي. هنتكلم ان هي مالتي لايرد وول، هنتكلم ان هي عباره عن ثلاث طبقات، تمام؟ اهي وبتكون كده. فهل هي بتكون ثلاث طبقات وفراغ في فراغ في النص كده هباء؟ لا، قال لنا بيبقى فيه هنا عدسه اللي هي كريستالاين لينس، والكريستالاين لينس ده مقسم الجزئيه دي عن الجزئيه دي. الجزئيه اللي ورا بنسميها بوستيريور شامبر، والجزئيه الاماميه بنسميها الانتيرور شامبر. البوستيرور شامبر ده بيكون فيها فيتروس جل، بيكون جل كده بيكون فيتروس، بنسميها الفيتروس بادي او الفيتروس هيومرس. طيب
تمام، بيكون هنا في اللينس. اللينس دي بتقسمها البوستيريور شامبر وانتيريور شامبر. البوستيريور شامبر دي بتكون ايه؟ بتكون مليانه بالفيتروس جيل، صح كده؟ الفيتروس جيل بنسميها الجزئيه كده فيتروس هيومرس. طب الجزئيه الانتيريور شامبر دي بتكون مليانه بفلويد لايك سبستنس، يعني هي ماده زي السائل كده شويه، بنسميها ايه؟ بنسميها اكواس هيومرس، تمام؟ طيب فهو هيجي يقول لنا دلوقتي ان الاي بتكون مالتي لايرد وول. مالتي لايرد وول يعني هي بتتكون من كذا طبقه، وهنتكلم عن الطبقات بتاعتها كمان شويه، وبيكون فيها فراغ في النص. طب الفراغ ده هيفضل موجود فراغ بس؟ لو فضل موجود فراغ بس العين هيحصل لها كولابس، وهيجي من اي حركه العين هتضغط على بعض وتتقفل. فلازم يكون جواها حاجه تخليها تحافظ على شكلها والشيب بتاعها. طب ايه اللي هتخليها تحافظ على شكلها؟ هنقول ان احنا عندنا في حاجه اسمها كريستالاين لينس. الكريستالاين لينس اهي بتيجي تقسم الفراغ ده لجزئين، بوستيريور شامبر وانتيريور شامبر. البوستيريور شامبر بيكون مليان بفيتروس هيومرس، والانتيريور شامبر بيكون مليان بالاكواس هيومرس. وايه فكرتهم؟ علشان يحافظوا الكيب الاي ان ذا شيب، يحافظوا على شكل العين، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لنا الاي وظيفتها ايه بقى. يبقى احنا كده عرفنا ان هو الاي عباره عن ايه، اتكلمنا هي موجوده فين والاي عباره عن ايه، تمام. بعد كده عايزين نتكلم وظيفه الاي. الاي بتشتغل ازاي؟ الاي بتحدد الضوء، بتديتكت اي لايت موجود. اول ما بتعمل ديتكشن لللايت بتبتدي تجمعه، معنى ان هي جمعته بتدخله على مين؟ بتدخله على الريتنا. فهو خلاص الريتنا حست بيه، تمام. الريتنا دي هي الجزئيه الفوتوسنسيتيف، هي اكتر جزئيه حساسه للضوء. اول ما حست بيه، دي خلايا عصبيه حست بيه، يعني كاني عملت لها ستيميوليشن، فبالتالي هتحولها الامبلس اللي هو الكتروكيميكال امبلس، تمام، اللي هي بتكون عباره عن كهرباء، هتمشي عن طريق الاوبتيك نيرف، تمام. واحنا عارفين بعد الاوبتيك نيرف بيكون في الاوبتيك كيازما، وبعد الاوبتيك كيازما بنخرج عن طريق الاوبتيك تراكت لحد ما بنوصل للفيجوال كورتكس الموجود في البرين، صح كده؟ فهو نفس الفكره. فهي بتكون عامله ديتكشن لللايت، فلما عملت ديتكشن لللايت عن طريق الريتنا فحولتها للكتروكيميكال امبلس اللي هي اتنقلت للبرين. اتنقلت للبرين ازاي؟ عن طريق الاوبتيك نيرف والفيجوال باسوي اللي احنا سايلين الاوبتيك نيرف اوبتيك كيازما اوبتيك تراكت، تمام، لحد ما وصلت للفيجوال كورتكس بتاع البرين. طيب قال لنا دلوقتي انا بشوف الصوره ازاي، يعني احنا كده اتكلمنا ان هو الفانكشن بتاعه الاي بتشتغل ازاي. طب هيجي يقول لي طب انا بشوف الصوره ازاي، الصوره دلوقتي بتقع على عيني ازاي. هنقول ان الضوء لو وقع، يعني احنا مثلا عندنا كوره اهي، لو الضوء وقع عليها برر كده، تمام، فانا ساعتها مش هشوف الكره دي، لكن الضوء بيقع على الكره دي وينعكس، فانا الانعكاس بتاعه ده انا اللي بشوفه، وبيقع بانجل معينه بزاويه معينه، فهو الزاويه اللي بينزل بيها فبيخليه ينعكس، فمعنى اللي هو بينعكس انا بشوف الضوء المنعكس، لكن لو كان بارلل فانا مش هعرف اشوف، تمام. طيب بس فهو بقى هيجي يقول لنا ان هو بيخش ازاي والوظيفه بتاعه الاي بتتعمل ازاي. فاحنا عندنا دلوقتي ان اللايت بيبتدي يخش من هنا، تمام، فاللايت لما بيجي يخش من هنا بيخش عن طريق الكورنيا، تمام. طيب لما دخل عن طريق الكورنيا هيعدي عن طريق ايه؟ الاكواس هيومرس، وبعد كده هيعدي عن طريق البيوبل. هنقول دلوقتي كل الكلام ده الاكواس هيومرس والبيوبل، تمام. طب البيوبل بتتحكم في ايه بقى؟ هيقول لنا ان البيوبل هي بتتحكم في كميه الضوء اللي تخش على الاي. فهو دلوقتي اتحكمت لي في كميه الضوء اللي دخلت على الاي، مين اللي هيعمل لها ديتكشن؟ الريتنا، دي كلها جزئيه الريتنا، فيعمل لها ديتكشن الريتنا. دي اكتر جزئيه معقده في العين، ووظيفتها اللي هي بتحول الضوء اللي هو الضوء اللي داخل لها ده بيعمل ستيميوليشن، بتحول الضوء لمين؟ بتحوله لسيجنالز، لاشارات كهربائيه، تمام. المهم الاشارات دي للصور معينه بتكون جايه عاملاها الالكتريكال امبلس، بتكون جايه مدخلاها عن طريق الاوبتيك نيرف اوبتيك كيازما اوبتيك تراكت لحد ما توصل لمين؟ لحد ما توصل للبرين، تمام. قايلين احنا ازاي بنحمي الاي؟ بنحمي الاي عن طريق اللي هي بتكون نايمه في البوني كافيتي، فده الاوربت من جميع الاتجاهات. طب من الامام عن طريق زي ما احنا لسه قايلين الايلت، والايلت بيكون فيها الكونجكتيفا، وبعد كده بيكون في التيرز كمان، والتيرز قلنا وظيفتها اللي هي بتشتغل كتغذيه للكورنيا عشان الكورنيا بتكون افاسكولار، وفي نفس الوقت بتكون لايزوسايم عشان هي بتكون بكتيروسايدال بتموت اي بكتيريا. دلوقتي على طول هنلاقينا داخلين نتكلم عن اجزاء الاي، فاحنا عايزين نشرح اجزاء الاي على الصوره دي الاول قبل ما نروح ايه نتكلم الكلام. يعني اول حاجه هقول لكم ان الاي بتتكون من 3 لير، 3 طبقات. ايه هما؟ اوتر لير، ميدل لير، انر لير. طيب الاوتر لير هي عباره عن ايه؟ الاوتر لير، الاوتر لير عباره عن الكورنيا، ماشي، ده الاوتر لير بتمثل لي الانتيرير 1 اوفر 6 من ايه؟ من الاي، تمام. طيب والباقي السكليرا،
ماشي. السكليرة دي بتمثل لي البوستيريور 5 اوفر 6 من الاي، تمام جدا. بعد دي اول طبقه، ودي بتكون طبقه فايبرستيشو، بتكون ناشفه شويه علشان تحافظ لي على الايه الاي اللي جواها، تمام، كانها سكيلتون. وفي نفس الوقت بالرغم من هي ناشفه، لكن الكورنيا بتكون هايلي ترانسبيرنت، بتكون شفافه جدا. طب ازاي؟ علشان الفايبر، الكولاجين فايبر بتكون مترتبه بترتيب معين عشان يعني تسمح بنفاذيه الضوء، فبالتالي تفضل ترانسبيرنت. طيب تاني طبقه اللي احنا بنسميها الميدل لاير، او ليها اسم تاني انترميديت لاير، او ليها اسم تالت الفاسكولار لاير. ليه فاسكولار لاير؟ عشان مليانه بالبلاد فيزل، فبنسميها فاسكولار لاير. ومعنى ان هي مليانه بالبلاد فيزل فهي مسؤوله عن التغذيه، فبنسميها النيوتريشنال لاير. ومش بس كده، ده بتكون مليانه بالميلانين فهنسميها بيجمنتد لاير. ومش بس كده، ليها اسم كمان اخير اسمه يوفيال تراكت، جاي من يوفيا، يوفيال تراكت. والاسم ده مهم جدا، تمام. طيب هنيجي نقول بقى الميدل لاير بتتكون من ايه. بتتكون من ثلاث اجزاء. ايه هما الثلاث اجزاء؟ شايفين الطبقه الحمراء دي، تمام، اهي الطبقه دي اللي هي الكرويد، تمام. طيب الكرويد اهي، ماشي. بعد كده السيلاري بودي، اهي الحته المثلثه دي السيلاري بودي. وبعد كده عندنا مين؟ الايرس اهي. يبقى اول حاجه احنا اتكلمنا عنها الكرويد، الكرويد والسيلاري بودي والايرس. الكرويد دي تمثل المشيمه بتاعه العين. يعني ايه المشيمه بتاعه العين؟ يعني هي دلوقتي اللي مليانه بالبلاد فيزل، فهي بالتالي هي المسؤوله عن التغذيه النيوتريشن. فبالتالي ما يعني اللي هي مليانه بالبلاد فيزل بنلاقي لونها ريد، محمر، حتى في الصوره هنا لونها احمر، تمام. طيب بعد كده عندنا السيلاري بودي. السيلاري بودي بتكون مثلثه زي ما احنا شايفين. البيز بتاعها بيكون ناحيه الانتيرير، البيز بتاعتها ناحيه الانتيرير بتاعه المثلث. طب والايبكس؟ الايبكس بتاعتها لو احنا شايفين بتكون موجوده ناحيه الايه، ناحيه البوستيرور. طب هو دلوقتي انا واخده المقطع بتاعي ازاي؟ واخداه هوريزونتال من الانتروبوستيرور، من الامام من قدام لورا كده، واخداه انتروبوستيرور، فبالتالي انا شايفاها مثلثه. لكن انا دلوقتي لو يعني العين كامله، فبالتالي هي هتكون كانها اسطوانه كده كامله اساسا حوالين الايه، حوالين اللي هنقول دلوقتي اللي هو اللينس، يعني معنى صح، اوكي. لكن انا دلوقتي عشان واخده فيها مقطع فبيناني مثلثه، البيز بتاعتها ناحيه الانتيرور والايبكس ناحيه البوستيرور. وهاجي اقول لكم ان الايبكس دلوقتي متوصله بالكرويد. طب والبيز؟ البيز متوصله بالايرس. يبقى هي ماسكاني كده، يبقى الايبكس متوصله بالكرويد ولكن البيز متوصله بالايرس. والايرس دي هتبقى بروجكت جدا، هتبقى تلاقيها بتبروجكت كده في الايه، في السبيس بتاع الكافيتي، تمام، بتاع الاي. طيب بعد كده الانر لاير. الانر لاير عندنا هي مين؟ هي الريتنا، تمام. الانر لاير بتاعتنا اللي هي الريتنا. طب الريتنا بتبتدي منين؟ بتبتدي من ناحيه الايبكس بتاعت كده السيلاري بودي، بتنتهي عند مين؟ بتنتهي عند الهيد بتاعت الاوبتيك نيرف. يعني احنا عندنا ده اوبتيك نيرف اهو، الاوبتيك نيرف ده ليه راس، فبنسميها بتنتهي عند الهيد بتاعت الاوبتيك نيرف، تمام. طيب قال لنا مش المسافه دي مش هتفضل سبيس كده فاضيه هباء، لا، زي ما احنا لسه قايلين هيجي اللينس اللي هي مين؟ الكريستالاين لينس. هتيجي تقسمها جزئين. الكريستالاين لينس هتكون ممسوكه ازاي؟ هتكون ماسكه في البيز بتاعه السيلاري بودي، هتكون ماسكه هي في البيز بتاعه السيلاري بودي عن طريق في فايبرز كده اسمها ايه؟ سسبنسوري ليجامنت. اسمها ايه؟ سسبنسوري ليجامنت او زونيولز، تمام. الاسم التاني بتاعها زونيولز، تمام. يبقى هي بتكون ماسكه كده عن طريق الزونيولز او الايه، السسبنسوري ليجامنت. فاللينس دي هتيجي تقسم لنا الكافيتي ده لجزئين، اللي هو البوستيرور شامبر والانتيرور شامبر. البوستيرور شامبر اللي هي بتبقى عباره عن الفيتراس كافيتي. طيب والانتيرور شامبر بنقسمها لجزئين زي ما احنا شايفين، انتيرور وبوستيرور. اللي هو الايرس دي بتيجي تقسمها جزئين، الانتيرور والبوستيرور. الانتيرور هنشوفها دلوقتي وهنتكلم كمان عن البوستيرور، تمام. احنا كده خدنا الاوفر فيو اللي هو يا دوبك هنقرا بس. طيب تعالوا نقول بقى، زي ما احنا سائلين دلوقتي الوول بتاعه الاي بتتكون من كام طبقه؟ ثلاث طبقات. سمعوا معايا، ثلاث طبقات. مين هم؟ الاوتر لاير، الميدل لاير، الانر لاير. الاوتر لاير هي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الكورنيا اهي، تمام، والسكلير. الكورنيا بتمثل لي الانتيرير 1 اوفر 6، تمام، وبتكون هايلي ترانسبيرنت. طيب والسكلير بتمثل لي البوستيرير 5 اوفر 6 وبتكون اوباسيتي ولونها الابيض اللي هو الجزئيه البيضاء بتاعت عينينا، تمام. طيب بعد كده الميدل لاير، وقلنا الميدل لاير ليها اسماء تانية اللي هو الانترميديت لاير اللي اسمها الفاسكولار، النيوتريتيف، البيجمنتد او اللي هو الميلانين، واليوفيال تراكت، اوكي. طيب لما يجي لنا اليوفيال تراكت على طول افتكر الميدل لاير هي بتتكون من الكورويد، بتتكون من السيلاري بودي، ادي الكورويد والسيلاري بودي والايرس. الكورويد عرفنا اللي هي بتكون مسؤوله عن التغذيه، فبالتالي بتكون مسؤوله عن نيوتريشن، ففيها بلاد فيزل فبنلاقيها لونها ريد، محمر. طب والسيلاري بودي بتكون قطعه مثلثه كده، قلنا البيز بتاعتها في
الانتير والابكس بتاعتها في البوستيرير، تمام، وبتكون بوستيرير ناحيه الايه البوستيرير بتكون متصله بالكرويد، وناحيه البيز اللي هو الايب ناحيه البيز كده اللي هي الانتير بتكون ماسكه مع مين؟ مع الايرس. يدين ان الايرس، الايرس بتكون كونكت مع البيز بتاعه السيلاري، وفي نفس الوقت بتكون خارجه في الكافيتي بروجكت في الكافيتي بتاعه الاي، وبتكون الايرس دي اللي مسؤوله عن اللي احنا بنشوفها لون العين بتاعتنا، صح كده؟ طيب هو دلوقتي لو لون العين مختلف فهو مش معناه ان هو دلوقتي في ميلانين لونه اخضر هو اللي مدينا اللون ده، لا، هو الميلانين كله لونه بني، الميلانين كله لونه بني، لكن بتختلف الكميه او كميه او تركيز الميلانين، على اساس كميه وتركيز الميلانين بيختلف لون العين، تمام؟ عشان كده سمينا الطبقه دي هي البيجمنتد لاير، او اللي هو عشان خاطر سبب وجود الميلانين فيها يعني. طيب بعد كده ثالث طبقه اللي هو سميناها الانر لاير، الانر لاير دي بتكون فيها الريتينا، تمام؟ طيب والريتينا دي بتكون نيورو سنسيتيف لاير، اكتر طبقه بتكون حساسه للضوء، معنى معنى الضوء ان هو دخل لها فبالتالي عمل لها ستيميوليشن، فبالتالي بتكون جايه مخرجه اللي هو الالكتريكال امبلس او الالكتروكيميكال ايه امبلس، تمام. طيب وعرفنا دلوقتي ان الريتينا بتكون بادئه منين؟ بادئه من عند الايبكس بتاعه السيلاري بودي، وتروح تنتهي عند الهيد بتاعه مين؟ الهيد بتاعه الاوبتيك نيرف. اوكي، احنا كده الحمد لله خلصنا الطبقات بتاعه الاي، لكن انا عايزه اقول لكم على جزئيه كده عشان نبقى خلصناها كامل فعلا. احنا دلوقتي زي ما لسه قايلين اللي هو ادي الجزئيه دي انا كده بص عليها من الجنب، اوكي. طيب انا كده قطع من الجنب وببص، ادي الجزئيه دي كده الاي كلها، تمام، وادي الطبقات بتاعتها، ما تهمنيش في حاجه، لكن الاي كلها استوتال بيكون فيها سبيس في النص، تمام. يبقى الاي كلها استوتال بيكون بنلاقي فيها كده ايه، ادي الاي بنلاقي فيها سبيس في النص. طب السبيس ده ما فاضي هيفضل فاضي؟ لا، احنا ما قلناش هيفضل فاضي، قلنا في الكريستالاين لينس هتيجي تقسمها ورا وقدام، الورا هيكون سميناها الفيتراس بادي، طب والقدام سميناها الانتيرور شامبر، تمام، وهتيجي نقسمها انتيرور وبوستيرور على اساس مين؟ على اساس الايرس. طب تعالوا نتكلم عن البوستيرور شامبر اللي هي الجزئيه اللي ورا. البوستيرور شامبر دي بتبتدي من اول اللينس لحد الريتنا، دي كده اسمها بوستيرور شامبر، تمام. طيب بتكون فيها ايه؟ بيكون فيها اسم ليها الاسم بتاعها الفيتروس هيومرس، فيها الفيتروس هيومرس، الفيتروس هيومرس ده بيكون زي الجل، جل لايك، عامل زي الجيلي كده، فيتروس جل. طيب نفس التشبيه، معنى ان هو جيلي فبالتالي بنلاقي ايه؟ عنده هاي فيسكوستي، معنى ان هو جيلي بيكون عنده لزوجه عاليه جدا، معنى ان هو لزج ولزوجته عاليه فهلاقي وزنه تقيل، فمعنى ان هو برده وزنه تقيل فهلاقيه ضاغط، كانه ضاغط بكوعه كده على مين؟ على الريتينا، يعني احنا عندنا ريتينا كرويد وبعد كده ده مين وبعد كده سكليرا، فهلاقي كانه هو دلوقتي هنا الجزئيه دي الفيتروس بادي دي او الفيتروس الفيتروس جيل او الفيتروس هيمرز بيكون ايه؟ بيكون لزج وتقيل، فبالتالي هلاقيه ضاغط على مين؟ ضاغط على الريتينا اللي هي تفضل مضغوطه على مين؟ على الكرويد، فمعنى ان هي هتفضل مضغوطه على الكرويد فبالتالي هيمنع الريتينال ديتاتشمنت اللي هو بيكون انفصال الشبكيه، وده ديس اوردر هناخده في الريتينا، هيمنع الريتينال ديتاتشمنت، تمام، عشان خاطر لو حصل ديتاتشمنت للريتينا عن مكانها فبالتالي مش هيشوف، ماشي. طيب ومش بس كده، ايه صفات تانية الفيتروس جيل؟ مش بس اللي هو عنده فيسكوستي عالية ووزنه تقيل، لا ده كمان بيكون شفاف جدا علشان هو مفهوش اي بلاد فيزل، وبيشغل تلتين الاي تلتين الاي، ومش بس كده هو كمان ستيشنري. يعني ايه ستيشنري؟ يعني هو ولا بيزيد ولا بيقل، ليه؟ عشان هو ولا بيتصنع ولا بنعمله درينج، هو حاجة ثابتة جوه العين، الفيتروس حاجة ثابتة جوه العين، تمام. طيب لو جينا بصينا بقى عن الانتيرور شامبر، الانتيرور شامبر ده زي ما احنا قلنا بيكون موجود في الانتيرور والبوستيرور للايرس، تمام، بيكون موجود فيها الاكواس هيومرس، الاكواس هيومرس ده بيكون فلويد لايك، بيبقى شبه السائل شويه مش جيلي، فلويد لايك، تمام، وبيكون اهم صفه فيه اللي هو دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني ممكن يزيد وممكن يقل عادي جدا، فبالتالي لما اجي اقول لكم بيتصنع فين؟ بيتصنع في السيلاري بودي، ادي السيلاري بودي، هو بيتصنع في السيلاري بودي، ومعنى ان هو بيتصنع في السيلاري بودي اول مكان بيخرج فيه بيخرج في المنطقه اللي هي البوستيريور ايه للايرس، في البوستيريور شامبر، وهو خارج هيخرج عن طريق البيوبل، تمام، البيوبل، وبعد كده هيروح للانتيرور شامبر. طيب بعد كده عايزين نعمل له ايه؟ نعمل له درينج، احنا عندنا دلوقتي الجزئيه دي كده كلها هي الانتيرور شامبر، تمام، دي كده كلها، فهو هنروح للانجل اوف ذا انتيرو شامبر، تمام، الانجل اوف انتيرو شامبر دي بتكون فيها سبير اوف فونتينيل، اسمها ايه؟ سبير اوف فونتينيل، اللي هي بتكون عباره عن المكان او المواسير اللي هيخرج منها الدرينج بتاعت الاكواس هيومرس، تمام، اهو. يبقى احنا قلنا اللي هي بتكون دايناميك، تزيد وتقل، بتتصنع فين؟ في السيلاري بادي، وقلنا اللي هي بتكون بعد ما بتتصنع في السيلاري بادي اول مكان هتطلع لها البوستيرو شامبر، وبعد كده بعد البوستيرو شامبر ادي مثلا الايرس اهي، تمام، بعد اللي هي البوستيرو شامبر هتخرج عن طريق البيوبل، وبعد كده توصل هنا الانتيرو شامبر، وبعد كده عند الانجل بتاعه الانتيرو شامبر عشان يحصل لها درينج عن طريق مين؟ السبيرز اوف فونتانا. فيجي ان النقطه دي
لمين؟ للانترا اوكيولار بريشر، الضغط داخل العين. قال لنا الضغط داخل العين الطبيعي بيكون من 10 ل 22 ملي متر مركري، الضغط جوه العين الطبيعي بيكون 10 ل 20 10 ل 22 ملي متر مركري. بيتكون منين الضغط ده؟ بيتكون من الاثنين الفيتروس والاكوس، الفيتروس هيومرس والاكوس هيومرس هو المسؤول عن مسؤولين عن الضغط. طب ايه اللي ممكن يزود الضغط او مين ممكن يقلل الضغط؟ اللي ممكن يخليه يتغير هو الاكوس، لكن مش الفيتروس. الفيتروس احنا قايلين ثابت وبيكون ستيشنري، لكن اللي بيقدر يتغير هو الاكوس. يتغير ازاي؟ لو انا دلوقتي جيت وقفت الدرينج، وقفت اللي هو التصريف وينزل، فبالتالي هيفضل متراكم جوه العين، فبالتالي هيزود الانترا اوكيولار بريشر، وده بنسميها الجلوكوما، وده ديس اوردر هناخده. طيب هو دلوقتي لا، ده السيلاري بودي اللي بتصنعها دلوقتي حصل فيها التهاب، ما عادتش بتصنع كويس اكوس، فبالتالي ما عادتش بتصنعها كويس، فده بنسميها هايبوتوني. هايبوتوني ده اي قللان البلاد الانترا اوكيولار بلاد بريشر. تمام. طيب دي الجزئيه كان دكتور كان ايه كان مزودها، فانا قلت ايه نقولها مع بعض عشان نبقى مستوعبين الدنيا فيها ايه. بعد كده احنا الحمد لله كده عرفنا الجزئيه دي، بعد كده هيجي يقول لنا ايه هما الثلاث اجزاء، ايه هما الثلاث انواع بتوع التشو اللي موجودين في الاي. يعني احنا دلوقتي عندنا الاي تمام، بتتكون من كام تشو؟ من ثلاث انواع من التشو، ثلاث انواع من الانسجه. انتوا متخيلين؟ اه متخيلين. عندنا اول نوع اللي هو الريفراكتنج تشو، وعندنا اللايت سنسيتيف تيشو، وعندنا السبورت تيشو. بسرعه كده، الريفراكتنج تيشو اللي هو الانسجه اللي بتكسر الضوء. طيب احنا محتاجين نكسر الضوء ليه؟ عشان احنا دلوقتي لو الضوء ده واقع برر، فهو دلوقتي لما يجي يخش العين لو وقع برر كده هيكون متشتت، لا انا لازم اكسره، فلما يتكسر كده هيتجمع لي كله في نقطه واحده يروح للريتنا. تمام. يبقى ده اول حاجه الريفراكتنج تيشو. بعد ما اكسر الضوء انا عايزه حاجه لما اكسر الضوء بقى ونجمعه كله في حته واحده، عايزه حاجه تستقبله. يعني انا دلوقتي عايزه حاجه تستقبل الضيف بتاعي، هو مين؟ الريتنا. الريتنا دي من ضمن اللايت سنسيتيف تيشو اللي هي ايه، اللي بتكون الانسجه الحساسه للضوء. بعد ما الحمد لله خلاص حسينا طبعا هنمشيه على نوديه لحد البرين، لكن في حاجه لازم تساعد العين عشان تتحرك اللي هي بنسميها السبورت تيشو او تحمي العين اللي هي السبورت تيشو. تمام. طيب تعالوا نقول واحده بقى واحده واحده من الحاجات دي. اول حاجه الريفراكتنج تيشو. الريفراكتنج تيشو اللي هي بتعمل انكسار للضوء. ايه هي اللي تقدر تعمل انكسار للضوء؟ ايه وظيفتها اصلا؟ وظيفه انكسار للضوء عشان خاطر تركز الضوء اونتو لايت سنسيتيف تيشو، بتخلي الضوء كله يتركز كده على مين؟ على الايه؟ على اللايت سنسيتيف تيشو اللي هي الريتنا بتاعتنا. طيب لما تركز الضوء على اللايت سنسيتيف تيشو هتخلي الصوره بتاعتنا واضحه وبتكون كلير وشارب وحاده، كلير وشارب. طيب لو حصل اي امراض في الجزئيه دي فهيقلل طبعا من الكلاريتي الوضوح، وتقلل من الوظيفه بتاعه الكسر تمام بتاعه التيشو دي اللي هي تكسر الضوء، فبالتالي هتاثر على الفيجوال اكيوتي. يعني ايه الفيجوال اكيوتي؟ يعني حديه الرؤيه، يعني هو دلوقتي مش هيكون شايف الحاجه شارب، حاجه كويسه جدا. وهنتكلم عن الفيجوال اكيوتي تيست، ده من ضمن الحاجات اللي انا بقيس بيها الفيجن مثلا الرؤيه بتاعته اللي هو اختبار النظر بتاعه 6 على 6 6 على 60، ودي هنتكلم عنها على طول في جزئيه اول واحده، هنتكلم عنها في الجزئيه بتاعه الاكزامينشن دلوقتي. تمام. فالمهم لو حصل اي مرض فده بالتالي هياثر على الكلاريتي، وطبعا هياثر على الوظيفه بتاعته، فهياثر على الفيجوال اكيوتي. تمام. طيب قال لنا الريفراكتنج تيشو زي مين؟ اهم حاجتين، اهم حاجتين مبدئيا كده هي الكورنيا. تمام تمام. اهم حاجتين كده معانا اللي هم مين؟ الكورنيا وكمان اللينس. دولت اهم اتنين بيعملوا انكسار للضوء. مين هما؟ الكورنيا خارجية خالص اهي واللينس. طب تعالوا نمشيهم بالترتيب، عندنا الكورنيا، عندنا الاكواس هيومرس، عندنا البيوبل، عندنا اللينس، عندنا الفيتروس. دولت كلهم من ضمن الحاجات اللي بتعمل انكسار للضوء علشان خاطر تجمع الضوء كله في حتة واحدة علشان يوصل لللايت سنسيتيف تيشو. تمام. طيب بعد كده عايزين نتكلم بقى عن مين؟ عايزه اتكلم عن اللايت سنسيتيف تيشو. يعني ايه لايت سنسيتيف تيشو؟ اللي هي الانسجه اللي حساسه للضوء. طيب يعني ليه حساسه للضوء؟ علشان هي المفروض تستقبل الضوء اللي داخل لي عن طريق العين، فهو دلوقتي لو حصل اي امراض فيها فطبعا هتاثر على الوظيفه بتاعه الانسجه دي ان هي تحس بالضوء، فمش هتحس بيه، فطبيعي هتاثر على الفيجوال اكيوتي يعني حديه الرؤيه، وان هو ممكن الشخص ده اساسا ما يشوفش، وده هنتكلم عنه برده في التست بتاعنا اللي هو من ضمن الفيجوال اكيوتي ان انا افضل اختبره. هل انت حتى شايف ايدي الصباع؟ طب عد لي صوابعي لو انت مش شايف الورق، عد الصوابع، لا ده مش عادي. طب حرك ايدك، طب شايف ايدي بتتحرك؟ لا مش شايف. طيب اضربه الكشاف في عينيه، مش شايف اللايت بيرسبشن، ده ساعتها بيكون بلايندنس. فهو دلوقتي ده بتحدد النشاط او اللي هو دلوقتي التيشو بتاعت اللايت سنسيتيف اللي هي الريتنا يعني شغاله ولا مش شغاله. فده ينقلنا على طول ان اللايت سنسيتيف تيشو عباره عن ايه. اللايت سنسيتيف تيشو بيكون عباره عن الريتنا. الريتنا دي بتكون نهايتها اوبتيك نيرف، والاوبتيك نيرف بعد كده
بيروح يوصل لمين؟ للفيجوال كورتكس اللي هو موجود في البرين. فزي ما احنا سائلين الاشارات من اللي بتنتجها الريتنا، احنا عندنا الريتنا اهي بيحصل لها ستيميليشن عن طريق اللايت، وبعد كده بتنتج اشارات، والاشارات دي مين اللي بيخرجها؟ الريتنا. تمام. طيب بعد كده الريتنا دي بتروح تنتهي عند مين؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي الريتنا دلوقتي بتحصل لها ستيميليشن عن طريق اللايت، بعد كده بتخرج اشارات سيجنالز، والسيجنالز دي بتمشي عن طريق الاوبتيك نير، تمشي عن طريق الفيجوال بايست واي لحد ما توصل للفيجوال كورتكس. تمام. اللي هو موجود جزء من برين. ليه؟ ليه الفيجوال كورتكس اللي هو موجود جزء في البرين؟ علشان خاطر هو اللي هيعمل بروسيس للفيجوال انفورميشن للمعلومات بتاعه الرؤيه. تمام. طيب قال لنا الفيجوال كورتكس بيكون وظيفته ايه بقى؟ هو وظيفته مش بس ياخد المعلومات ويعمل بروسيس لمعلومات الرؤيه عشان خاطر يقول لنا احنا شايفين ايه، مش بس كده، لا، هو بيجمع الصورتين اللي جايين من كلا العينتين اللي هو الاثنين عين بتوعنا، بيجمع الصورتين بتاعتهم علشان خاطر يدينا كرييت ايمج ويدينا الصوره اللي احنا عايزينها. يبقى الفيجوال كورتكس هو بيجمع الصورتين اللي جايين من البوث ايز عشان يدينا الايمج اللي احنا عايزينها. احنا كده اتكلمنا عن الريفراكتنج تيشو اللي هي التيشوز اللي بتكسر الضوء، واتكلمنا عن ايه هما التيشو اللي بتكسر الضوء، قلنا اهم حاجتين الكورنيا واللينس، لكن ناخدهم بالترتيب، الكورنيا، الاكوس هيومرس، البيوبل واللينس، واخر حاجه خالص الفيتراس. تمام. طيب بعد كده اللايت سنسيتيف تيشو قلنا زي الريتينا والايه والريتينا والاوبتيك نيرف، واخر حاجه الفيجوال كورتكس. طيب دلوقتي سبورتنج تيشو، قال لنا ايه هو بقى حوار سبورتنج تيشو؟ سبورتنج تيشو هو دلوقتي لو حصل فيها ديزيز، مشكله، هي ممكن تاثر على الوظيفه بتاعه التيشو. تمام. هي هتاثر طبعا ان التيشو ده يشتغل، لكن هل هي هتاثر على الفيجوال اكيوتي؟ لا. هي هنا بقى دي نقطه بقى دي الوحيده اللي ركزوا معايا، نوت افكت الفيجوال اكيوتي، دي مش هتاثر على حديه الرؤيه ولا الشارب، الصوره دي تبقى شارب، الا لو المرض ده راح عمل مشكله في الريفراكتنج تيشو او عمل مشكله في اللايت سنسيتيف تيشو. تمام. يبقى ركزوا معايا، طول ما هو ما قربش للتيشوز بتاعه الانكسار او التيشوز بتاعه اللايت سنسيتيف تيشو فهو كده في السليم، ومش هيعمل مش هيحصل في المشكله في الفيجوال اكيوتي، لكن لو جه قرب لحاجه فيهم بس هيحصل مشكله في الفيجوال اكيوتي. تمام. السبورت تيشو بقى بيتضمن مين؟ السبورت تيشو ده بيتضمن الايليد بتاعتنا. تمام. والايليد طبعا بيكون فيها كونجكتيفا. تمام. ادي الكونجكتيفا، مش بس كده، الحته البياض بتاع العين اللي هو السكليرا، واليوفيا كمان من ضمن السبورت تيشو، زي ايه اليوفيا؟ اللي هي الميدل لاير اللي هم الكرويد والسيلاري بودي والايريس، دي كلها من ضمن السبورت تيشو اللي بتدعم العين كويس. تمام. احنا كده الحمد لله خلصنا الاجزاء اللي هو التلات انواع بتوع تيشوز الموجودين في الاي، عرفناهم الريفراكتنج تيشو واللايت سنسيتيف تيشو والسبورت تيشو. فاضل بقى ان شاء الله هنبتدي دلوقتي الاكزامينيشن، ان شاء الله هنتكلم عن جزئيه الكلينيكال اكزامينيشن اوف ذا اي. يعني ايه كلينيكال اكزامينيشن اوف ذا اي؟ ازاي نفحص العين بشكل كويس؟ انا عايزه افحص العين بتاعتنا دي. اهم ثلاثة تيست معانا هنتكلم عنهم، وفي تيست ثانيه، لكن اهم ثلاثة وبيترددوا كتير في امتحان العملي هو مين؟ التيست بتاع الفيجوال اكيوتي اللي هو ازاي نختبر الرؤيه او نختبر الفيجن. تمام. وبعد كده عايزين نتكلم عن البيوبل تيست، البيوبل تيست اللي احنا بنضرب العين في نضرب النور في العين بتاعه العيان ونشوف البيوبل حصل فيها كونستريكشن ولا لا، واخر حاجه خالص الاوكيولار موتيليتي، الحركه بتاعه العين، حرك عينك يمين فوق يمين تحت شمال فوق كده يعني. اوكي. طيب اول حاجه، وفي تيست ثانيه لكن اهم ثلاثه بيترددوا في الامتحان دول. تمام. طيب اول حاجه نبتدي بيها هي مين؟ هي الفيجوال اكيوتي. الفيجوال اكيوتي تيست من اسمه اللي هو بيقدر يقيس فيه الفيجن. تمام. طيب ايه هو معنى الفيجوال اكيوتي؟ الفيجوال اكيوتي معناها ان هو بيكون قدره اللي انا اعمل ريسولفبل، اللي انا يكون واضح بالنسبه لي اصغر الاشياء عن طريق عيني على مسافه محدده. يبقى اكون واضح بالنسبه لي اصغر الاشياء على مسافه محدده بعيني. تمام. هنا مثلا المسافه دي بتكون حوالي 6 متر. تمام. اللي هي المفروض يكون المسافه الثابته ما بين البيشنت والشارت بتكون حوالي 6 متر، فعلى طول المسافه دي انا اصغر الاشياء اللي اقدر احددها هي الحاجه دي مثلا. اوكي. طيب بنستخدم ايه فيها؟ بنستخدم السنيلن نوتيشن او السنيلن شورت. يبقى في الفيجوال اكيوتي بنستخدم الايه؟ السنيلن نوتيشن او السنيلن شورت. ده بيكون عباره عن ايه؟ لما السنيلن شورت، تمام، هو السنيلن شورت بنيجي بعد كده نكتب لها سنيلن نوتيشن. النوتيشن ده الفيجوال اكيوتي يعني بيكون على شكل ايه؟ على شكل فراكشن، على شكل كسر. يبقى احنا بنستخدم السنيلن شورت وبيكون على شكل ايه؟ على شكل كسر. تمام. على شكل فراكشن. عندنا في النيوميريتور فوق والدينومينيتور تحت. طب النيوميريتور اللي فوق ده بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن المسافه اللي هو بيكون البيشنت بيكون قاعد عليها. تمام. يبقى انا دلوقتي واحد جاي لي يقيس نظر، فهو المسافه البيشنت قاعد عليها وشاف الخط ده مثلا. اوكي. طيب
الديونومينيتور بقى هو نفس المسافة اللي البيش نفس المسافة اللي الهيلثي كان قاعد عليها وشاف نفس الخط. يبقى هو ركزوا معايا، احنا عندنا النيوميريتور والدينومينيتور. النيوميريتور اللي هو اللي فوق، النيوميريتور هو المسافة ما بين البيشنت والشارت، تمام؟ المسافة ما بين البيشنت والشارت عشان مثلا يشوف الخط ده اللي هو أول خط مثلا، تمام؟ طيب دي مثلا مسافة 6 متر، هو شايف عند المسافة 6 متر. لا هو دلوقتي نفس الحرف ده الهيلثي، الشخص الهيلثي اللي ما كانش عنده مشكله في عينيه شافها على مسافه قد ايه؟ قال لي لا ده ما شافها على مسافه 6 متر، من 6 من 60 متر سوري، من على مسافه 60 متر الشخص ده يقدر يشوفها اللي هي الحرف ده. لكن الشخص البيشنت المريض اللي هو عنده مشكله في عينيه هيشوفها بس على مسافه 6 متر. فاحنا بنيجي نقول 6 على 60 دي اللي هو 6، 6 متر هو المسافه اللي هو شافها بيه على البيشنت ده، وال 60 دي المسافه الشخص الهيلثي شافها من على 60 متر، تمام؟ يبقى كده عرفناها. طيب 6 على 6، 6 على 6 ده اللي هو اللي هم السطر اللي تحت ده بيكون 6 على 6، اللي هو البيشنت ده شاف 6 وفي نفس الوقت الشخص الهيلثي لازم يكون واقف جنبه كده علشان خاطر يشوف نفس ال 6، اوكي؟ طيب او 6 على 18 وهكذا، لكن الارقام مش علينا، لكن نبقى فاهمين بس الفكره بتاعه السنيلين، تمام؟ طيب ازاي بقى نقدر، ازاي بقى نقدر نقيس الفيجوال اكيوتي؟ ازاي نقدر نقيس الحديه بتاعه الايه الرؤيه؟ اول حاجه لازم محتاجين شارت زي ما احنا شايفين كده. الشارت دي في منها نوعين، عندنا نوعين منها، نوع الليتريت اللي هو غير متعلم، الشخص ده بيكون مش متعلم فبالتالي بيكون سي شارت. السي شارت اللي احنا عارفين اللي احنا لما بنروح نعمل نكشف نظر بيكون فيها دايره كده، والدايره دي فيها فتحات، الفتحه يمين فوق تحت شمال كده، دي اللي هو الليتريتور اللي هو بيكون غير متعلم. لو كان ليتريتور لكان متعلم فده بيكون فيها الليتر شارت، الليتر شارت اللي هو بيكون من ال زد اللي هي بيكون حروف الابجديه دي A B C كده يعني، اوكي؟ طيب يبقى ده نوعين من الشارت. بعد نوعين من الشارت لازم البيشنت ده يكون على قاعد على مسافه ثابته من الشارت، يعني لازم البيشنت ده بيكون قاعد على مسافه ثابته حوالي 6 متر من الشارت، تمام جدا. وطيب هو يعني بيشوف بعينين الاثنين؟ لا، احنا افتكرنا ان الدكتور بيخبي لنا عين ونبص بالعين دي، وبعد كده نكون جايين مخبيين العين الثانيه ونبص بالعين دي، هي نفس الفكره. يبقى اتش اي بتست سيبريتلي، كل عين بنختبرها لوحدها، تمام؟ عن طريق اللي انا بغطي العين الثانيه. يعني مثلا العين دي ممكن تكون شايفه مثلا اللي هي السته اللي تحت دي، تمام؟ وهو الشخص الهيلث كان بيشوف عن سته، اللي هو يطلع الجزئيه دي العين دي مثلا 6 على 6. لكن لما بدل غطى دي وفتح ناحيه اليسار ناحيه الليفت يعني، هيلاقي ان هو عند ال 12، تمام؟ مثلا اللي فوقيها دي مثلا دي 12، فهو الشخص الهيلثي كان بيشوف عند 12 متر، لا هو دلوقتي قاعد عند 6 وشايفها بس عند 6، مش شايف حتى اللي تحتها خالص، اوكي؟ فدي بنسميها 6 على 12، تمام جدا. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا محتاجين عندنا نوعين من الشارت، وبعد الشارت لازم يكون البيشنت ده قاعد على مسافه ثابته حوالي 6 متر. وقال لنا طب هو دلوقتي مثلا المكان في الاوضه العياده بتاعتي ضيقه فمش هعرف اعمل 6 متر. بيعملوا ازاي بقى؟ هو دلوقتي بيحطوا الشارت هنا ورا جنب العيان كده، تمام؟ وبيحطوا قصادها هنا مرايه، وبيكون المسافه دي حوالي 3 متر. فهو دلوقتي المسافه دي 3 متر، فالصوره انعكست بيكون 3 متر تانيين اللي هو جوه المرايه، فبيكون كده برضو قاعد على حوالي 6 متر، مع ان اللي هو ما بنلاقيش ان احنا قاعدين على مسافه 6 متر، لكن هو حاطط الشارت ورايا وحاطط قصادها مرايه، فبالتالي عامل ايه انعكاس 3 متر في 3 متر يبقى 6 متر، اوكي؟ 3 متر زائد 3 متر 6 متر يعني. بس ماشي عشان نبقى فاهمين النقطه دي وما نقولش ايه لا ده ممكن يكون من 3 ل 6 متر، ابدا هي لازم تكون مسافه ثابته 6 متر، اوكي؟ وبنقيس كل عين لوحدها. طيب هو دلوقتي للاسف ما شافش اللارجست اوتو تايب. يعني ايه لارجست اوتو تايب؟ يعني هو ما شافش اكبر حرف. الاكبر حرف ده اللي هو كان بيمثل لنا 60، فاكرين ان هو 60 البيشنت الشخص الطبيعي كان بيشوفه عند 60 متر، لكن هو الشخص المريض كان المفروض يشوفه عند 6. لا هو ما شافش اساسا اللارجست اوتو تايب اللي هو اكبر حرف، فده ساعتها ينقلنا لللو فيجن، لو فيجن تيستنج اللي انا هختبر الرؤيه للشخص اللي رؤيته ضعيفه، لو فيجن تيستنج اللي هو اختبار الرؤيه للناس اللي هو نظرهم ضعيف، تمام؟ طيب اختبر ازاي النقطه دي؟ هقول له مثلا، يقول لي ايه عند 6، يقول لي انا مش شايف. يعني هو دلوقتي عند المفروض اكبر حرف فيها اللي هو الزد مثلا كان اكبر حرف كده، المفروض عند 6 متر يكون شايف، لا هو مش شايف. هقول له طب خلاص قرب متر كمان، خلاص بقى 5. لو شاف عند الخمسه بنقول ايه 5 على 60. لا هو دلوقتي شاف ايه؟ ما شافش. قلت له قرب متر كمان، شاف عند الاربعه، خلاص 4 على 60. فضلنا ماشيين معاه لحد ما وصلنا 1 اللي هو 1 متر. لو قال لي برده مش شايف، لو قال لي شايف عند الواحد فهنقول ايه؟ خلاص انت نظرك 1 على 60، تمام؟ لا هو مش شايف اصلا بتاع الواحد، فده ينقلنا لنقطه ثانيه. لو هو ايه؟ لو ما شافش اللي هو نوت سي ال1 على 60،
تمام. فده ينقلنا اللي هو خلاص انا ما عادش نافع معايا الشارت، فهبتدي معاه كاونت يور فينجر، عدي لي الصوابع بتاعتي انا كده عندي كام صوبع، انت شايف كام صوبع دلوقتي على مسافه قد ايه؟ على مسافه 50 سنتي. يبقى دي على مسافه 50، خلاص بطلنا المترات بقى، نص المتر كام؟ 50 سنتي. على مسافه 50 سنتي ما شافش اللي هو عدي لي كام صوبع، اربعه، لا ده ما عدش. خلاص قرب شويه كمان على مسافه 33 سنتي، تمام. تالت خطوه، لا هو بقى ما شارفش يشوف الفينجرز بتاعتنا، خلاص حرك ايدك، موف يور هاند، حركها هوريزونتلي بشكل افقي وحركها فيرتيكالي بشكل عمودي، تمام، على مسافه 50 سنتي. يبقى على مسافه 50 سنتي حرك لي ايدك هوريزونتلي او فيرتيكالي، تمام. والمكان اللي هو على على انهي مسافه بالظبط هيقدر يشوف حركه ايدك، وساعتها دي هنحدد. زي مثلا نقول ايه الهاند موفمنت عند 50 سنتي، تمام، اللي هو حركه الايد بتاعته كانت عند 50 سنتي، فساعتها هعرف ان هو عرف يشوف الهاند موفمنت عند 50 سنتي. طيب خلاص ما نفعش الهاند موفمنت ومش شايف برده الهاند موفمنت، خلاص هجيب شاين ابند لايت، يعني انا دلوقتي هنور في عينيه ايه؟ هنور في عينيه كشاف نور. فلما هنور في عينيه، مش هنور في عينيه، هنور على وشه كشاف نور على البيشنت فيس، تمام. فهو دلوقتي هنوره على مسافه ايه؟ 20 سنتي. انتوا متخيلين انا بقربها جدا منه، وافضل انور الكشاف واطفيه، انور الكشاف واطفيه، ليه؟ علشان انا عايز اشوف اللايت بيرسبشن، هو شايف الضوء اصلا ولا لا؟ مدرك الضوء ولا لا؟ لو هو مش شايف اي ضوء فده بنسميها ان ال بي، اللي هو نو لايت بيرسبشن، مفيش اي ادراك للضوء، وده للاسف بيكون بلايندنس. لكن لو هو شايف ضوء فبالتالي ده بنسميه لايت بيرسبشن، ده الشخص ده هيكون هنقول عليه اللي هو لايت بيرسبشن، هو مش شايف غير الضوء اصلا، هو عامل ادراك بس للضوء. تمام؟ تمام. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الفيجوال اكيوتي وعرفنا ايه هو فكرته. اول حاجه بتكون اللي هو الاختبار العادي، اللي هو بنبتدي نشوف معاه 6 على 6، 6 على 18 وهكذا، واحنا طالعين لحد ما نوصل على 6 على 60، وعرفنا ده بنسميها سنيل النوتيشن. ده بيكون عنده نيوميريتور ودينومينيتور. النيوميريتور ده اللي هو المسافه اللي البيشنت بيقدر يشوف فيها الحرف على المسافه بتاعته، يعني هي المسافة بتاعته 6، هي اللي فوق اساسي 6. 6 بقى ايه؟ ان هو على اساس ايه بقى؟ 6 على 60 ده لو هو شايف اكبر حرف، 6 على 6 لو هو شايف اصغر حرف. طب 6 دي على اساس ان هو الشخص الهيلثي، الشخص اللي ما عندوش اي مشكلة في الرؤية بيقدر يشوف خلال 6 متر. طيب هو للاسف مش شايف اكبر حروف، فده بننقلنا لللو فيجن تيستينج، اللي هو بنختبره عن طريق طيب عد الصوابع دي، لا مش شايف، خلاص شايف ايدي بتتحرك، طيب لا مش شايف، عرفنا اللي هو عد الصوابع عند ايه؟ عند 50 متر، تمام. طيب وكمان 33 متر، طيب دلوقتي شايف ايدي بتتحرك عند 50 سوري انا كنت بتكلم عند 50 سنتي، تمام. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن اللي هو عد الصوابع كاونت فينجرز عند 50 سنتي و33 سنتي، وبعد كده شايف ايدي بتتحرك عند 50 سنتي، لا مش شايف، خلاص بعد كده هبتدي اعمل له ايه؟ هبتدي اعمل له لايت بيرسبشن، تمام. قبل اللايت بيرسبشن تمام، بعد كده هعمل له اللايت بيرسبشن، بس قبليها كنت اقول له قرب، تمام، قرب للتشارت متر في متر في متر لحد ما يوصل واحد على 60، مش شايف خالص، كاونت الفينجر عند 50 سنتي و33 سنتي، وبعد كده الموف يور هاند عند 50 سنتي، وشاين البين لايت عند 20 سنتي، عشان اقدر اشوف هو عنده لايت بيرسبشن ولا ما عندوش لايت بيرسبشن اصلا. تاني تيست معانا باذن الله دلوقتي هو مين؟ الاكسترنال هيد اند فيس اكزامينشن. انا دلوقتي عايزه افحص الراس الخارجيه وكمان الفيس. طيب هفحصه ايه بقى؟ اول حاجه هفحص انا اي حاجه عيني بتقع عليها الجلد، صح كده؟ يبقى اول حاجه هفحص السكن، هشوف السكن ده في اي سكارز، في اي مثلا تعويره قديمه او كده، اي احمرار ريدنس، اي السرز، اي ستروما، اي فيزيكلز، ممكن يكون في اي فيزيكلز مثلا حوالين العين او كده، زي مثلا الفيرسيلا زوستر، فاكرين الفيرسيلا زوستر لما كان بيأثر على الترايجيمينال نيرف، فبالتالي كان ممكن نلاقي فيه زوسترز حوالين العين، تمام. طيب بعد السكن عايزين نتكلم عن البون بقى، بعد السكن عندنا البون، يبقى انا دلوقتي عايزه اتكلم عن البوني ستراكشر، التركيبه بتاعه البون اللي تخص مين؟ اللي تخص الهيد وتخص الفيس. طيب بعد كده اللي هي هلاقي فيها ايه؟ المفروض البون هلاقي فيها كسر، فراكشر، زي مثلا هلاقي فيه كسر في المجزلة، هلاقي فيه كسر في النوز، هلاقي فيه كسر في قاع الجمجمه، البيس بتاع السكال، معنى ان حصل كسر في قاع الجمجمه، قاع الجمجمه سوري، فبالتالي هنلاقيه بلاك اي، اللي هو العين اللي هي بنلاقيها مزرقه او منفخه دي، وبتكون زرقاء جدا، ده بسبب كسر في قاع الجمجمه، صح كده؟ تمام. طيب ايه كمان؟ هبص على الليمف نود، ممكن يكون حصل الليمف نود انلارجمنت، الليمف نود دي بتكون كبيره نتيجه ان هو مثلا حد عنده تيومر في الاي فحصل له ميتاستاسيس وعمل لللمف نود انلارجمنت. طب ايه كمان؟ هبتدي بقى امسك الوش من فوق لتحت، اول حاجه الايليد، الايليد اللي هو الجفن العين،
ممكن يكون في مشكله. ممكن يكون مثلا البوزيشن بتاعه في مشكله، زي مثلا يكون عنده انتروبيان او اكتروبيان. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انتروبيان نلاقي ان الايلد ده داخل لجوه، تمام. طيب لكن الاكتروبيان هلاقي الايلد خارج لبره، تمام. طيب وايه كمان؟ المارجن، الحروف بتاعته، زي مثلا في حاله التراكوما. حالات التراكوما الدكتور اكتر قال لنا اكتر حاجه مشهوره في مصر هي اساسا التراكوما، تمام. طيب زي كده بالهريزيزيز وكده، التراكوما هو حاله التراكوما ان هو بيكون ايه، رابنج لاشز ويز كورنيا. يعني هو دلوقتي اللاشز دي، اللاش اللي هو الرموش دي، بتكون داخله لجوه، والدرجه اللي هي بتقعد ايه، بتقعد تحك في الكورنيا، تمام، تعمل رابنج مع الكورنيا. اوكي طيب اتكلمنا عن الايلت، بعد كده عايزين نتكلم عن اللاكريمال سيستم. اللي هو اللاكريمال سيستم ده بيكون عباره عن ايه؟ عباره عن ساك وعباره عن دكت كده. فالمهم ممكن يحصل فيها التهاب فتعمل سويلنج، تمام، ممكن تلاقيها بتخرج الستشارج، اتس اوكي. طيب بعد كده عندنا الجلوب بقى، الجلوب بتاعت العين ذات نفسها. ممكن يكون ابنورمال جلوب بوزيشن، اللي هو المكان بتاعها مش طبيعي، زي مثلا يحصل بروبتوزز. يعني ايه بروبتوزز؟ يعني ثايرويد، زي مثلا اللي هو بيكون خارجه لبره كده، زي مثلا في حاله الثايرويد، ثايرويد اي ديزيز، بنلاقي ان هو حاصل بروبتوزز، جحوظ في العين اللي هي خارجه لبره، تمام. طيب بعد كده عندنا، عايزه بقى احنا كده خلصنا الاي، مسكناه من فوق كده، الايلت اللاكريمال، وبعد كده الجلوب. بعد كده هنمسك الماوس. الماوس هلاقي مثلا هل عنده انجل ديفيشن، هل هو مثلا الانجل بتاعت البق دي واخده ناحيه كده، يبقى هو كان عنده ستروك فحصل باراليسس في ناحيه، تمام. فلما حصل باراليسس مثلا في ناحيه اليمين، فناحيه الشمال شدت فعملت له انجل ديفيشن. ممكن يكون فيها السر، ممكن يكون فيه فيزيكال، دي كلها اسمها اكسترنال هيد اند فيس اكزامينشن، ومش مهمه قوي زي الفيجوال اكيتي، تمام. طيب بعد كده عايزين نتكلم عن البيوبل اكزامينشن. احنا دي تالت تيست معانا في الفحص. البيوبل اكزامينشن انا عايزه افحص البيوبل، هل هيحصل لها كونستريكشن ولا لا؟ طب تعالوا نقول البيوبل ده هو عباره عن الشباك الاساسي عشان اقدر اخش للانر اير. يبقى البيوبل هو الشباك عشان اقدر اخش للعين الداخليه للانر اير، من خلال ان الضوء بيمر من خلالها علشان يقدر يوصل للريتنا، تمام. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان البيوبل ده بيكون الشباك الاساسي للانر اير، حيث من خلالها الضوء بيعدي علشان يقدر يوصل للريتينال فوتو ريسبتور. الفوتو ريسبتور اللي هي مستقبلات الضوء اللي موجوده في الريتنا، عشان احنا عارفين الريتنا عباره عن فوتو ريسبتور، مستقبلات الضوء بتحس بالضوء وتحوله للالكتروكيميكال امبولس، تمام. عشان تقدر توصل اللايت بقى، يقدر يوصل من بره لحد الريتنا، الريتنا الفوتو ريسبتور عن طريق البيوبل. لو البيوبل دي مقفوله خالص والايريس دي مقفولة ولو مفيش اي فتحه خالص بيوبل، فساعتها الشخص ده هيكون اكيد بلايند، تمام. طيب الفحص بتاع البيوبل بقى بيقدر يوضح لنا امراض خطيره، اذا كان امراض في العين مثلا ان هو الريتنا فيها مشكله، او امراض في الاعصاب مثلا ان هو دلوقتي الاوبتيك نيرف فيه مشكله، ولا الفيجوال كورتكس فيه مشكله او كده. بيقدر يورينا امراض خطيره اذا كان اي او نيورولوجيكال، تمام. قالنا الباثولوجيكال ديس اوردر اللي ممكن نشوفها لو في اي مثلا امراض مثلا موجوده، فطبعا هتاثر في الحجم بتاع البيوبل، الحجم البيوبل مثلا، والشكل بتاعه والمكان بتاعه. ومش بس كده، طريقه تفاعله مع الضوء، هل هيحصل له مثلا، ممكن ابقى ضربه في عينه الضوء الاقيه حصل فيها دايليتيشن، المفروض البيوبل بيحصل له كونستريكشن، يبقى طريقه تفاعله مع الضوء. النير فوكس ستيميليشن كمان هيحصل تعديل في النير فوكس ستيميليشن. احنا عارفين لما بنيجي نقرب عينينا، تمام، نقرب الحاجه، فالمفروض بيحصل ايه، البيوبل بتوسع، صح كده. النير فوكس ستيميليشن معناها ان انا بقرب الحاجه لناحيه العين، فالعين ساعتها بتوسع، البيوبل بتكون جايه واسعه. طول ما الحاجه بعيده انا بفضل ايه، مدققه فيها قوي، فبالتالي بيكون البيوبل بتكون صغيره، تمام، على ما اظن يعني، عشان هو الدكتوره ما وضحتش النقطه دي، بس هو ده على ما اظن. انا لما سرشت النير فوكس ستيميليشن معناها اللي هو بقرب حاجه قدر الامكان، اللي هي كلوز فوكس، قريبه جدا للعين، تمام. طيب انا دلوقتي افحص العين ازاي بقى؟ طيب افحص، سوري، البيوبل ازاي بقى؟ انا دلوقتي عايز افحص البيوبل بتاعتنا. هفحصها عن طريق اللي احنا اول حاجه هقعده في ضوء عادي جدا، ستاندرايزد امبيانت لايت. يعني ايه ستاندرايزد امبيانت لايت؟ يعني ضوء محيط موحد، ضوء الاوضه بتاعتنا عادي، يعني انا قاعده في اوضه عاديه وضوء عادي، تمام، مش مسلطه ضوء معين على يعني معنى صح. هبتدي الاحظ حاجتين، محتاجه الاحظ البيوبل ومحتاجه الاحظ الايرس في الضوء العادي. اول حاجه هلاحظ البيوبل الشكل بتاعها عامل ازاي. مش بس كده، انا محتاجه احدد نوع لون الايرس، لون الايرس بالنسبه لي عامل ازاي علشان اقدر اشوف البيوبل. اوكي، يبقى محتاجه احدد لون الايرس واحدد شكل البيوبل. طيب بعد كده هثبت العيان، هثبته على مسافه محدده. يبقى انا هعمل فيكسيشن للعيان على ديستنت تارجت، لا مش على مسافه معينه، سوري، انا هثبت هنا العيان على ديستانت تارجت، هقول له ثبت عينيك على تارجت بعيد في اخر الاوضه. ليه بقى؟ ايه فكره اللي انا اخلي ثبت عينك على مثلا الفازه اللي هناك اللي في اخر الاوضه دي؟ علشان خاطر انا عايزه اقلل الاكوموديشن، يعني ما يقعدش متشتت كل شويه عينه تروح على حاجه، انا عايزه اقلل الموضوع ده، وكمان اقلل اللي هو بيكون مصاحب معاه المايوزس، ان هو يحصل له مايوزس او عينه تضيق مثلا بسبب اي شعاع ضوء من حته ثانيه، لا انا عايزه بس يفضل مركز معايا، فهقول له ثبت عينك على الحاجه البعيده دي اللي في اخر الاوضه، تمام؟ طيب
يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان انا لازم افحصه بضوء محيط عادي علشان اعرف شكل البيوبل واعرف لون الايرس، بعد كده هثبت ايه، هثبت نظره في ديستانت تارجت علشان خاطر اقلل الاكوموديشن وامنع كمان المايوزس. طيب بعد كده هقف على ناحيه واحده من العيان وابتدي اختبر عين عين. تمام، اول حاجه هنور على العين دي. تمام، بعد كده انا لما بنور عليها هلاقي ان هو حصل هنا مايوزس او حصل هنا كونستريكشن، وفي نفس الوقت حصل كونستريكشن في العين الثانيه. طيب ليه؟ هقول لكم دلوقتي. هو دلوقتي احنا عندنا الفايبرز اللي هي البيوبلو موتور فايبر، المهم يعني الفايبرز بتاعه البيوبل. فدلوقتي الفايبرز دي بتكون جايه خارجه، فبالتالي بتحصل بتعدي فين؟ بتعدي في الكيازما وبتعدي في اسمها ميد برين تيكتوم. تمام، فهو بيحصل لهم كروس سكشن كده. تمام، فين؟ في الكيازما والميد برين تيكتوم، بيوصلوا كلهم في الاخر في النيوكليس اسمها ادنجر ويستفال نيوكليس. المهم الادنجر ويستفال نيوكليس بتقوم بالواجب بتخرج ايه، بترجع افرنت فايبر. الافرنت فايبر الخارجه دي هتروح للاثنين بيوبل، حتى لو احنا جاي لنا اكشن من الناحيه واحده هتروح للاثنين بيوبل تعمل لهم كونستريكشن. فهي دي نفس الفكره. فانا بقعد على ناحيه واحده من العيان وابتدي اختبر عين عين، ولكن انا بختبر الاثنين عين اهم، الاثنين بيوبل عادي. تمام، من ايه بختبره؟ من البيلوزانوت. يعني انا دلوقتي بجيب الضوء زي ما احنا شايفين كده من تحت، من ناحيه الايه، من ناحيه النوز من تحت. تمام، وببقى ماسكه كشاف هاندلد ايه، هاندلد لايت، يعني كشاف بقدر امسكه بايدي. تمام، باقل كميه ضوء اللي هي تكون ايه، يا دوبك بس تعمل بيوبل، تحرك البيوبل سايز وتخلي الحجم البيوبل مختلف. النورمال ريسبونس، الريسبونس الطبيعي بتاعنا للعين الواحده ان هو للاثنين بيوبل هنلاقيهم حصل كونستريكشن. حتى لو انا منوره على عين واحده اهو، يبقى النورمال ريسبونس وانا منوره على عين واحده الاقي الاثنين بيوبل حصل فيهم كونستريكشن. طب ليه؟ نتيجه الهيميديكاستيشن، نتيجه الهيميديكاستيشن اللي حصل في البيوبلوميوتر فايبر. زي ما احنا سالين بيوبلوميوتر فايبر بيحصل لها هيميديكاستيشن في الكيازما والميد برين تيكتوم، فلما حصل لهم وصلت الادنجر ويستفال نيوكليس رجعت بالافرنت فايبر، مع ان هو جاي من هنا ناحيه واحده، لا رجعت بالافرنت فايبر عامل كونستريكشن هنا وكونستريكشن هنا. تمام، قال لنا البيوبل رياكشن. البيوبل رياكشن دلوقتي في العين اللي انا منوره عليها، يعني هو دلوقتي حصل الاثنين فيهم حصل بيوبل رياكشن والاثنين حصل فيهم كونستريكشن. لو كانت العين اللي انا منوره عليها فدي بنسميها دايركت ريفلكس، لو كانت العين اللي انا مش منوره عليها فدي بنسميها كونسنشوال ريفلكس. كونسنشوال ريفلكس ودي مهمه. يبقى العين المنوره عليها الاثنين حصل فيهم كونستريكشن نتيجه الهيميديكاستيشن، لكن العين اللي انا منوره عليها هي الدايركت ريفلكس، والعين اللي ما نورتش عليها اسمها كونسنشوال ريفلكس. تمام، طيب كده احنا اتكلمنا عن 3 تيست، خلاص قربنا نخلص ان شاء الله. دلوقتي عايزين نتكلم عن فحص الرابع بقى بتاعنا، هو الفحص الانتيريور سيجمنت اوف ذا اي. انا عايزه افحص الجزء الايه، الجزء الامامي من العين. طيب افحصه ازاي؟ بكل بساطه احنا عن ايه هو عباره عن الانتيريور سيجمنت بتاع الاي اساسا. الانتيريور سيجمنت على فكره كلنا عدينا، لو رحنا لدكاتره الرمد عدينا على الجهاز ده اساسا. تمام، الانتيريور سيجمنت اوف ذا اي هو دلوقتي الجزء الامامي للعين، هو عباره عن ايه؟ بالراحه، اول حاجه عندنا الكورنيا، وعندنا كمان الانتيريور شامبر. تمام، وبعد كده قبل الكورنيا والانتيريور شامبر في السكليرا، صح كده؟ يبقى احنا عندنا، وفي كمان الكونجكتيفا. يبقى احنا عندنا اول حاجه دلوقتي في الكونجكتيفا اهي، وبعد الكونجكتيفا عندنا السكليرا اهي الحته البياض اللي هنا، وعندنا الكورنيا. يبقى احنا عندنا اول حاجه الكونجكتيفا، وعندنا السكليرا، وعندنا الكورنيا، وبعد كده عندنا الانتيريور شامبر، وبعد الانتيريور شامبر عندنا دلوقتي الايه، الايرس. عندنا هنا في ايرس، وعندنا هنا في ايرس. تمام، وبعد الايرس عندنا هنلاقي فيه لينس، وبعد اللينس هنلاقي فيه فيتروس بادي. هناخد الانتيريور ثيرد، الانتيريور ثيرد من الفيتروس، بس كده. ده كده بالنسبه لي الانتيريور سيجمنت اوف ذا اي. طيب هقدر اشوفها ازاي؟ عن طريق السليت لامب. اسمه ايه؟ سليت لامب، من اسمها سليت لامب. هو لامب بتبقى لامب كده بتكون بتقدر تقطع الاي لايه، لشرايط بطول ساجيتال كده. طيب هل انا مسكت الاي وقطعتها ساجيتال وقعدت اخبط فيها مقاطع؟ لا بالعكس، ده سليت لامب الضوء هو اللي بيكون قادر يقطع الاي لاجزاء لدرجه ان انا اشوف الاجزاء الداخليه. تمام، طيب هي السليت لامب ده بيبقى عباره عن بايو مايكروسكوب. ايه الفرق ما بين الميكروسكوب والبايو مايكروسكوب؟ البايو مايكروسكوب هو مايكروسكوب شغال على شخص فيترو، شخص حي بالفعل. معنى الميكروسكوب العادي انا جايبه ديت تيشو او جايبه حاجه مثلا من تيشو ميت، من شخص ميت مثلا، وبفحصها. لكن بايو مايكروسكوب انا بفحص شخص حي قدامي عن طريق الميكروسكوب، بيدينا رؤيه ممتازه طبعا، اكسلنت فيجواليزيشن للجزء الامامي من العين زي ما احنا سايلين عليه دلوقتي، اللي هو الكونجكتيفا، السكليرا، الكورنيا، انتيريور شامبر، الايريس، واللينس، واخر حاجه الانتيريور سيرت بتاعت الفيتروس كافيسي. بيدينا رؤيه ممتازه وبيكون باينوكيولر. يعني ايه باينوكيولر؟ لو زي ما احنا شايفين كده اللي هو بيكون الدكتور بيقدر يبص عليه عن طريق العينين بتوعه. باينوكيولر اللي هو بيكون اوبتيكال انسترومنت، هو جهاز ابصاري بيقدر يبص من خلاله عن طريق العينين بتوعه. تمام، وبيدينا رؤيه طبعا ماجنيفايد مكبره، وبتكون ستيروسكوبيك. ماجنيفايد ستيروسكوبيك ستيروسكوبيك ايمج، ماجنيفايد اللي هي بتدينا رؤيه مكبره، وبتكون ستيروسكوبيك بتكون مجسمه. الرؤيه دي بتكون مجسمه عامله كانها 3D كده بمعنى اصح. حلو الكلام؟ طيب
اهي دي بتكون، بص الرؤيه بتكون ماجنيفايد ازاي وبتكون ستيروسكوبيك، هنوضح هي عباره عن ايه اساسا الشكل ده دلوقتي. طيب ايه الاجزاء الاساسيه بتاعت السليت لامب؟ يعني احنا الجهاز ده اسمه سليت لامب اهو، طب ايه الاجزاء الاساسيه بتاعته؟ انتوا فاكرين اللي احنا بنحط راسنا هنا كده صح كده تمام، وادي الجزئيه اللي بتعمل اضاءه، وادي الجزئيه اللي الدكتور بيبص منها ويقعد يقول لنا ايه ثبت راسك ما تقعدش تتحرك. ليه بقى؟ علشان هو عايز يشوف دلوقتي، كان بيقعد يختبر كويس العين ان هو فيها اي مشكله ولا لا، هل حصل فيها مثلا اي ألسر، هل حصل فيها مثلا اي حد عوره في عينيه كده، عشان احنا طبعا وارد اللي احنا بنقعد ايه ان نعمل عينينا يعني معنى صح، عشان دي اكتر حاجه اكسترنال. فهو بيقعد يقول لنا ثبت وشك وايه، والدكتور يفضل يبص. فيجي يسالنا ايه هو بقى الاجزاء الاساسيه بتاعه الجهاز بتاع السليت لامب ده. عندنا الاجزاء الاساسيه هو بيتكون من ذراعين، اتنين ارمز. الاثنين ارمز دول ممكن الاقيهم الايند جنب بعض، يعني هما الاثنين بارل جنب بعض كده، او الاقي مثلا ده هو واحد واقف والتاني هوريزونتال جنبه تمام نايم جنبه، يبقى الاثنين ساعتها انجيوليتد واخدين انجل لبعض، او اللي هو مش لازم نايم واخد ايه انجل كده مثلا، واخد اكيوت انجل او رايت انجل ايا كان. المهم يبقى الاقي اثنين ارم، الاثنين ارم ممكن الاقيهم برل اللي هما الاثنين ماشيين جنب بعض، وممكن الاقي ايه انجيوليتد تمام. طيب عندنا كام الاثنين ارم؟ اول ارم اهو اللي هو بنسميه الاليمينيشن ارم، اللي هو اللي بالاحمر ده، الجزء الاحمر ده اللي هو الاليمينيشن ارم، اللي هو يعني ايه الاليمينيشن ارم؟ اللي هو الارم اللي بيطلع الضوء. طيب تاني ارم اللي هو بالازرق، تاني ارم اللي بالازرق اللي هو بنسميه الفيوينج ارم، الفيوينج ارم اللي هو بيكون مسؤول عن الاضاءه، مسؤول سوري عن الرؤيه تمام. طيب الفيوينج ارم زي ما احنا شايفين ان هو بيحتوي على مايكروسكوب. طيب المايكروسكوب ده ليه قوه تكبير بتكون مختلفه تمام. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان هو بيكون عباره عن الناحيه الفيوينج ارم اللي هو الدكتور بيبص فيها، بيبقى عباره عن مايكروسكوب فيها قوه تكبير مختلفه شبه الميكروسكوب العادي، اكبر شويه لا اصغر شويه وهكذا. طيب الالومينيشن ارم، الالومينيشن ارم اللي هو بيكون ذراع الايه الاناره، ده بيكون بيخرج ضوء تمام على العين بتاعه المريض، يبقى هي ده اللي بيخرج ضوء، اللي هو الجزء الاحمر ده هو اللي بيخرج ضوء على عين المريض، عشان احنا عارفين وش المريض بيكون محطوط هنا، هو ده اللي بيخرج ضوء على عين المريض، وبيكون فيه فلاتر مختلفه. طب ايه وظيفه الفلاتر دي؟ علشان يحدد شكل السايز بتاع اللايت، وهنتكلم عن السايز بتاعه اللايت تحت على طول دلوقتي، علشان يحدد لي شكل او الحجم بتاع الضوء ولون الضوء كمان. لون الضوء يهمني او لون الضوء يهمني؟ يبقى انا دلوقتي عندنا اثنين ارم، الفيوينج ارم اللي هو بيكون الدكتور بيكون شايف منها عن طريق الميكروسكوب وليه قوه تكبير مختلفه، والالومينيشن ارم اللي هو بيكون بيخرج ضوء على العين وبيكون ليه فلاتر مختلفه عشان يقدر يتحكم في الحجم واللون بتاع الايه بتاع الضوء تمام. طيب تعالوا نتكلم بقى، هو دلوقتي الالومينيشن ارم الجزئيه بتاعه الالومينيشن ارم دي بيكون ليها اشكال ازاي للضوء، ازاي بيبقى ليها اشكال للضوء؟ طب تعالوا نبص، اول حاجه ممكن يكون ديفيوز لايت وممكن يكون سليت بيم. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الديفيوز لايت ده اللي هو بيكون ضوء بيكون منتشر، ديفيوز منتشر تمام، معناها ان هو منوره كاني لمبه عاديه على عين العيان، انا دلوقتي مش حاجه مميزه تمام. الديفيوز لايت ده بيكون ديفيوز اليمينيتنج اللي هو بيكون عباره عن اناره عاديه خالص، ديفيوز اليمينيتنج اللي هي بتكون اناره عاديه بتكون منتشره على الانتيريور سيجمنت من الاي، يعني هو دلوقتي على الجزئيه الانتيريور سيجمنت من الاي لكن بيكون فيها ماجنيفايد فيو اللي هو بيكون فيها تكبير شويه تمام. طيب السليت بيم بقى، السليت بيم ده بيكون عبارة عن انا جمعت كل الانارة كلها ان هي تكون رفيعة جدا وعاملة زي الخط، يبقى هي تعديل في الاضاءة اللي انا خليتها كلها متجمعة وعاملة زي السليت زي الخط. ليه؟ علشان خاطر تقدر تفحص الاجزاء المختلفة من العين وتقدر تاخد كأنها كروس سيكشنز تمام، مقاطع مختلفة. زي ايه مثلا؟ طيب تعالوا نشوف زي اللي هي الصورة دي كده، تعالوا نبص. اول حاجة احنا قلنا اللي هي هتبص على الكورنيا، ادي الكورنيا اهي. طيب بعديها الانتيريور شامبر، طيب بعد الانتيريور شامبر بتقدر تبص على اللينس صح كده. طيب وبعد كده الفيتروس بادي اللي هو الانتيرور سيرد من الفيتروس بادي، وادي كمان الايرس هي اللي هي الحته الجزئيه الملونه دي الايرس، وادي جزئيه الليمبس، الليمبس دي اللي هي الجزئيه اللي بتكون متصل، الليمبس دي اللي هي بتبقى عباره عن جزئيه حاجتين مع بعض، اللي هي جزئيه نهايه الكورنيا وبدايه السكليرا، دي اسمها كده ايه؟ اسمها الليمبس. اوكي يبقى احنا كده عرفنا التعديل في الالومنيشن ارم، في منها الديفيوز لايت اللي هو الضوء العادي اللي هو بيتسلط على الانتيرور سيجمنت وبيبقى عامل تكبير، وفي اللي هو السليت بيم اللي هو بيكون رفيع جدا كاننا بيقطع العين لشرايح مع انها بتكون حيه وانا ما قطعتش حاجه، هي بتقطع العين لاجزاء اللي هي بتورينا اجزاء العين كانها بتاخد كروس سكشن فيها، تقدر توريني الكورنيا، الانتيرو شامبر، اللينس، الفيتراس وكمان الايرس والليمبس بشكل كويس. فيجي يقول لنا ايه اللي احنا بنقدر نشوفه، ايه هو النورمال ابيرنس عن طريق السليت لامب، ايه الحاجات الطبيعيه اللي او الحاجات الطبيعيه اللي اقدر اشوفها فعلا عن طريق السليت لامب تمام. طيب
تعالوا نبص كده. اول حاجه هبص عليها، احنا قلنا اول حاجه الكونجكتيفا، فاكرين اللي هو من الانتيرير سيجمنت، قلنا اول حاجه الكونجكتيفا وبعديها السكليرا، صح كده؟ فاذا كان الكونجكتيفا او السكليرا اهم حاجه الاقي فيها البلاد فيزل مش محتقنه، نون انجورجد، نون ايه؟ نون انجورجد، يعني الاقي البلاد فيزلز دي مش محتقنه وما الاقيش فيها اي ليجنز، يبقى الكونجكتيفا بتاعتنا والسكليرا الاقيها مش البلاد فيزلز بتاعتها مش محتقنه وما فيش اي ليجن، ده اول حاجه. بعد الكونجكتيفا والسكليرا عندنا الكورنيا. الكورنيا دلوقتي اللي هي الكورنيا بتاعتنا بتكون عباره عن ايه؟ بنلاقيها كلير، واضحه وصافيه كده وما فيهاش اي حاجه وما فيهاش اي السرز، ما فيهاش اي قرح، ما فيهاش اي بلاد فيزل، عشان احنا عارفين الكورنيا افاسكولار وبتكون ترانسبيرنت بسبب ان هي افاسكولار، فبالتالي بتاخد اساسا النيوتريشن بتاعتها قلنا من التيرز، صح كده؟ بتكون ما فيهاش اي فيزلز وكمان ما فيهاش اي انفلتريشن بحاجه ثانيه. طيب بعد ما خلصنا الكورنيا عندنا الانتيرو شامبر. الانتيرو شامبر لازم يكون الدك والدبس، العمق بتاعها يكون مناسب، لازم يكون السائل اللي جواها بيكون كلير واضح، ما فيهوش اي صديد، ما فيهوش اي دم، ما فيهوش اي خلايا، تمام. طيب بعد كده عندنا الايرس. الايرس اللي هو بعد الانتيرو شامبر عندنا الايرس. الايرس بيكون اللون بتاعها بيكون يونيفورم ومناسب، وبيكون طبعا الايرس ليها الباترن بتاعها المناسب. طيب بعد الايرس عندنا الايرس، يعني نهايه الايرس كده والايرس كده بيكون في فتحه، فتحه البيوبل، تمام. البيوبل والريد ريفلكس، دلوقتي البيوبل لازم يكون بيدي ردة فعل للضوء، ومش بس كده، فاكرين لما احنا كنا بنيجي نتصور بالفلاش والفلاش يضرب في عينينا نلاقي، نيجي نبص في الصورة الاقي في نقطة عند البيوبل بتاعتنا، نلاقي في نقطة حمراء، طب هو في ايه؟ هو دلوقتي الفلاش دخل عن طريق البيوبل فعكس الضوء اللي هو الاحمر، الريتنا عكست الضوء الاحمر اللي فيها، فبيعمل برايت ريد ريفلكس، برايت ريد ريفلكس لازم نشوفه برضو. طيب واللينس، اللينس بعد احنا بعد البيوبل عندنا اللينس. اللينس بتاعتنا لازم تكون كلير وما فيهاش اي عتامه خالص، عشان معنى ان هو فيها عتامه معنى ان الشخص ده بلايند، اوكي. طيب خلاص الحمد لله خلصنا الجزئيه بتاعه الانتيرير سيجمنت. انا بصيت على الانتيرير سيجمنت، هسيب البوستيرير سيجمنت؟ يستحيل، ده دوري برضو. فانا دلوقتي عايزه اتكلم عن فحص البوستيرير سيجمنت بتاع الاي، تمام. هفحصه ازاي؟ عن طريق جهازين، ممكن عن طريق الفاندوسكوبي. الفاندوسكوبي اللي هو جهاز كشف قاع العين، او جهاز الاندايركت اوبسالموسكوبي. الفرق ما بين الاثنين، الفاندوسكوبي ده شبه الجهاز ده بالظبط، ان الدكتور بيكون قاعد على نفس القعده دي، تمام. الفرق اللي انا ماسكه هنا بس عدسه حطاها قدام عين العيان، ده الفرق، اللي هو الايد الثانيه ماسكه عدسه حطها قدام عين العيان بس، وطبعا مدياله قطر التوسيع، يعني انا مدياله قطر التوسيع علشان خاطر اقدر اخش اكشف قاع العين، ماشي. طيب وبعد كده الدكتور بيكون قاعد القعده دي ماشي، وماسك هنا ايه؟ وماسك العدسه كده علشان خاطر تقدر توصل لي قاع العين بشكل كويس. او الاندايركت اوفثالموسكوبي، الاندايركت اوفثالموسكوبي ده بيكون الدكتوره او الدكتور لابس طاقيه كده على راسه، وبتكون نازله بعينين كده، بيكون مغطيه على عينيه، تمام، وفي نفس الوقت بيكون فيها اضاءه وتقدر تشوف، وببقى برده ماسكه نفس العدسه على عين الايه؟ على عين العيان، لكن ده بيكون بغير مباشر ومش قاعده على جهاز وهكذا، اوكي. طيب يبقى احنا عرفنا عن طريق جهازين بتوع البوستيرور سيجمنت. بوستيرور سيجمنت، ما انا اول ما نفتكر بوستيرور انا عايزه اكشف قاع العين، يبقى فاندوسكوبي واوفثالموسكوبي، تمام. طيب ده بيكون عبارة عن ايه؟ انا عايزة افحص اللي هو ما وراء، انا عايزة افحص في العين ما وراء بوستيرير لمين؟ انا عايزة افحص بوستيرير للسيلاري بودي وبوستيرير لللينس. احنا عندنا دلوقتي بيكون في السيلاري بودي كده اللي هو البيز اديس، مثلا دي البيز بتاعت السيلاري بودي، عايزه افحص، احنا عارفين مثلا ادي البيز بتاعت السيلاري بودي، ادي السيلاري بودي وبتكون ماسكه هنا طالعه بالزونيولز وماسكه هنا في اللينس، فانا عايزه افحص ما وراء السيلاري بودي واللينس دي، تمام. ده بيكون مهم ليه؟ علشان اقيم الصحه بتاعه الاوكيولار هيلث، الصحه بتاعه العين، وكمان اشوف لو في اي ديس اوردر. ديس اوردر حصل فين؟ ديس اوردر حصل في الريتنا مثلا، ديس اوردر اي حصل في الريتنا، ديس اوردر حصل في الاوبتيك نيرف، اي ديس اوردر حصل في الاعصاب، حصل في السيستم، سيستميك معناها اللي هو حصل في العين ذات نفسها، تمام. يبقى اي ديس اوردر حصل في الريتنا والاوبتيك نيرف والنيورولوجيكال وسيستميك وكل الكلام ده. قالنا دلوقتي الاوفثالموسكوبي، الاوفثالموسكوبي ده هو بيكون جهاز علشان خاطر يقدر يفحص بيه البوستيرير سيجمنت اوف ذا اي، هو دلوقتي بيقدر يفحص بيه اللي هو الجزء الخلفي من العين. ايه هو الجزء الخلفي من العين؟ احنا عارفين واحنا ماشيين كده داخلين على الفيتراس كافيتي، وبعد الفيتراس كافيتي بنلاقي فيه الريتنا، والريتنا بيكون فيها الايه؟ الاوبتيك نيرف، ومش بس كده الريتنا كمان بيكون فيها ايه؟ الريتينال بلاد فيزل. يبقى احنا عندنا ايه؟ بقيه الفيتراس بادي وبعد كده الريتنا والريتنا بلاد فيزل وكمان الاوبتيك نيرف. ده الجزء الخلفي من الاي اللي انا عايز اشوفه، هشوفه عن طريق مين؟ الاوفثالموسكوبي او الفاندوسكوبي، تمام. طيب الفاندس اكزامينيشن، ازاي دلوقتي اعمل فحص القاع العين؟ بصوا بقى بكل بساطه كده، انا دلوقتي عندنا الاوكيولار فاندس، تمام. هو دلوقتي عندنا الاوكيولار، معنى لفظ كل كلمه اوكيولار فاندس اللي هو قاع العين، هو بيشير ل inner back surface of the eye pool، يعني هو دلوقتي بيشير للاي بول الداخليه
اللي هي السطح اللي ورا. يبقى هو دلوقتي احنا عندنا الاي بول ليها باك سيرفيس وانتيرير سيرفيس، هو بتشير للباك سيرفيس الداخليه بقى، الانر باك سيرفيس بتاعه الايه بتاعه الاي بول. تمام. طيب الاريا دي بنسميها البوستيرير بول، يعني هو الاريا برضو من السافه دي بنسميها البوستيرير بول، وبتكون رافلي ديفايند اريا، وبيكون فيها ايه زي ما احنا شايفين فيها الاوبتيك ديسك وبيكون فيها الماكيولا. اوكي طيب يبقى احنا كده عرفنا الفندس اكزامينشن هو بيكون عباره عن كلمه اوكيولار فندس اللي هو قاع العين، ده بيشير للباك سيرفيس. الباك سيرفيس بتاعه مين؟ الباك سيرفيس بتاعه الاي بول، الباك انر سيرفيس بتاعه الاي بول. الاريا دي بتكون بنسميها البوستيرير بول، بوستيرير بول اللي هو القطب الايه القطب الخلفي، بيكون فيها اريا بتاعه مين؟ بتاعه الاوبتيك زي ما احنا شايفين الاوبتيك ديسك، وفيها ايه وفيها الماكيولا. اوكي ادي الاوبتيك ديسك وادي الماكيولا. اوكي ثانيه، ادي ايه؟ ادي الماكيولا وادي مين؟ وادي الاوبتيك ديسك. اوكي قال لنا الاوبتيك نيرف زي ما احنا شايفين بتيجي تخرج من الاي من انهي ناحيه؟ زي ما احنا ماسكين الكوره بتاعه الاي بول كده هنلاقيها بتخرج من ورا، يبقى هي بتخرج من البوستيرير اوف ذا سكليرا، يبقى هي بتخرج من البوستيرير بتاعه السكليرا. طيب والسنتر بتاعتها بتكون موجوده فين بالظبط؟ هي مكانها فين بتاعه الاوبتيك نيرف؟ مكان الاوبتيك نيرف بتكون اعلى من الهوريزونتال ميريديان. ايه هو الهوريزونتال ميريديان بقى؟ تعالوا نبص، احنا عندنا الاي كده بنقسمها فيرتيكال ميريديان وهوريزونتال ميريديان، هي بتكون اعلى من الهوريزونتال ميريديان بس كده. تمام. طيب يبقى احنا كده فهمنا ايه؟ فهمنا الجزئيه دي. اوكي يبقى احنا كده عرفنا الاوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف دلوقتي بيحصل له اكزيت. تمام. يبقى الاوبتيك نيرف دلوقتي بيحصل له اكزيت الاي، بيخرج من الاي عن طريق البوستيرور من السكليرا، والسنتر بتاعتها بتكون اباف الهوريزونتال ميريديان. تمام. طيب والاوبتيك ديسك، قال لنا الاوبتيك ديسك والاوبتيك نيرف هيد، احنا عارفين دلوقتي الاوبتيك نيرف بيبقى ليه الراس. تمام. الاوبتيك ديسك والاوبتيك نيرف هيد ده بيكون شكله عامل ازاي؟ بيكون شكله فيرتيكال كده عمودي، وبيكون اوفل، وبيكون لونه بينك كلر. تمام. طيب قال لنا نلاقي جوه الاوبتيك ديسك ده، الاوبتيك ديسك ده بنلاقي فيه سنترال ديبريشن كده في النص، بنلاقي فيه ان حته منخفضه، دي بنسميها ايه؟ بنسميها فيسيولوجيكال اوبتيك كاب، زي ما احنا شايفين هنا اهي، ادي الاوبتيك كاب اللي هي الحته المنوره ايه زياده دي، اللي هي فيسيولوجيكال اوبتيك كاب، دي بتكون حته بتكون نازله فيها ديبريشن زياده. ليه؟ عشان احنا لو جينا بصينا عند الجزئيه دي بيبقى فايبرز كده بتتجمع كده، ما عدا الجزئيه دي ما بيكونش فيها فايبرز متجمعه، فبنلاقيها فاتحه زياده في النور اهي، ودي بنسميها فيسيولوجيكال اوبتيك كاب. تمام. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه اوكيولار فاندس اللي هو قاع العين. احنا ساعتها بنكشف على الانر باك سيرفيس بتاعه الاي بول، يعني هو دلوقتي بشوف السطح الخلفي الداخلي بتاع الاي بول. تمام. قال لنا ده بيكون عباره عن البوستيرير بول، بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها الاوبتيك ديسك وبيكون فيها الماكيولا، صح كده. تمام. قال لنا الاوبتيك نيرف بيخرج منين؟ من البوستيرير سيرفيس بتاعه السكليرا، والسنتر بتاعتها عند اباف الهوريزونتال ميريديان، وقلنا الاوبتيك ديسك والاوبتيك نيرف هيد بيكون فيرتيكال اوفال وكمان بينك ان كلر، وقلنا اهم حاجه ما ننساش الفيزيولوجيكال اوبتيك كاب اللي هي بتكون في نص ديبريشن حاصل في نص الاوبتيك ديسك. تمام. طيب دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن الانترا اوكيولار بريشر. تمام. ايه هو الانترا اوكيولار بريشر؟ الانترا اوكيولار بريشر اللي هو الضغط جوه العين. فاكرين لما قلت لكم اللي مسؤول عن الضغط جوه العين هو الاكواس والفيتراس، صح كده؟ الاكواس هيومرس والفيتراس هيومرس، لكن اللي مسؤول عن تغييره ان هو يزود مثلا الضغط او يقلل الضغط هو مين؟ هو الاكواس بس، الاكواس اونلي، عشان الفيتراس دي حاجه ستيشنري وثابته. فلما يجي نقول الانترا اوكيولار بريشر فهاجي اقول لكم ان الضغط جوه العين الطبيعي النورمال بيكون من 10 ل 22 مليمتر مركري، صح كده؟ طيب فقال لنا اللي هو الانترا اوكيولار بريشر مالها بقى؟ قال لنا الانترا اوكيولار بريشر هو الضغط جوه العين، جوه السوائل اللي ماليه العين. تمام. يبقى هو بيكون الانترا اوكيولار بريشر هو ضغط السوائل، هو ضغط السوائل ايه؟ ضغط السوائل اللي جوه بيكون مالي العين، مالي الاوكيولار كافيتي، وبيكون كبير كفايه، يعني هو الضغط ده بيكون كبير كفايه ان هو يخلي العين ده تفضل ديستنتد، تفضل منتفخه وما يحصل لهاش كولابس. يبقى احنا عندنا الانترا اوكيولار بريشر هو ضغط السوائل جوه العين اللي مالي الاوكيولار كافيتي، مالي الكافيتي بتاع العين، وبيكون عالي كفايه ان هو يخلي العين تفضل منتفخه وفي نفس الوقت ما يحصلهاش كولابس، وبيكون قليل كفايه ان هو يحافظ، يعني هو في نفس الوقت بيكون قليل كفايه ان هو يحافظ البرفيوجن البلاد فيزلز بتاعت الريتينا مثلا، يحافظ على البرفيوجن بتاعه البلاد فيزلز بتاعه العين، الاوكيولار ستراكشرز بتاعه البلاد فيزلز بتاعتها في الميدل فاسكولار لاير، بتاعه ايه؟ في الميدل فاسكولار لاير اللي احنا عارفينها اللي هي بتاعه الكورويد والسيلاري بادي وكده، بتكون مليانه بالبلاد فيزل، فهي برده بتكون الضغط مش عالي قوي لدرجه ان هي تقفل البلاد فيزل دي، لا هي بتكون قليله كفايه ان هي تحافظ تخلي فيه برفيوجن بيحصل للبلاد فيزلز بتاعه الميدل فاسكولار لاير. تمام. قال لنا لو حصل اي اضطراب في الانترا فاسكولار بريشر ايه وزاد الضغط ده، ومثلا ما حصلش درينج وزاد الضغط بتاع الانترا اوكيولار بريشر، فبيحصل الجلوكوما. قال لنا طبعا هو الانترا اوكيولار بريشر بيختلف ما بين البوبوليشن، المتوسط بتاعه بيكون حوالي 16، ممكن يزيد ستاندرد ديفيشن بتاعه ممكن يزيد او يقل حوالي 3. يبقى هو دلوقتي ممكن المين بتاعه متوسط 16، ممكن الستاندرد ديفيشن يزيد او يقل حوالي 3 ملم مركري. بيختلف على اساس ما بين البوبوليشن، على اساس ايه؟ على اساس انهي وقت في النهار بالظبط، على اساس السن، على اساس الجينيتك فاكتورز العوامل الوراثيه، كل الكلام دي. تمام. طيب
قال لنا كمان no strict cut off، يعني ايه مفيش حاجه فاصله بالظبط ما بين النورمال والابنورمال انترا اوكيولار بريشر، يعني مفيش حاجه فاصله بالدقه اللي هو نقدر نفصل ان ده نورمال انترا اوكيولار بريشر وده ابنورمال انترا اوكيولار بريشر، عشان خاطر المسافه بتكون واسعه ما بين 10 ل 22 ملي متر ميركري، فالمسافه دي بتكون متسعه بالفعل. طيب ازاي نقدر نقيس بقى الانترا اوكيولار بريشر؟ عن طريق جهاز التونومتري. التونومتري اللي انا بقيس دلوقتي الايه الضغط اللي هو عايز اشوف دلوقتي الضغط جوه العين، تمام؟ التونو اللي هو التون، تمام؟ التونومتري ده انا عايز اشوف الضغط جوه العين، انترا اوكيولار بريشر، عن طريق نظريتين. طب تعالوا نشوف النظريتين كده، نظريه الابلينيشن تمام، والنظريه الثانيه ايدنتيشن. طيب اول حاجه الابلينيشن، ابلينيشن تونومتري يعني ايه الكلام ده؟ هي فكرتها ان انا بجيب قوه اهي زي ما احنا شايفين، انا بجيب قوه وابتدي اضغط على الكورنيا، ماشي، وببتدي اضغط على الكورنيا لدرجه ان هي نخليها فلات اور ابلينيت، تمام، اخليها فلات كده. فهو دلوقتي بقيس القوه دي اللي انا هقدر اعمل بيها فلات او ابلينيت لجزء صغير من السنترال كورنيا، يعني احنا عندنا سنترال كورنيا الجزء صغير من السنترال كورنيا. فانا لو احتجت طاقه كتير فورست كتير معناها ان هو الضغط جوه العين عالي جدا، عنده هاير انترا اوكيولار بريشر، تمام، بيبقى احتجت طاقه كبيره فورست كبير علشان اعمل ابلينيت لجزء صغير بس من الكورنيا من السنترال كورنيا، فساعتها يبقى انا عندي هاي انترا اوكيولار بريشر. ده الابلينيشن. لكن الايدنتيشن، الايدنتيشن تونومتري ده بيكون عباره عن ايه؟ زي ما احنا شايفين كده حطينا الجهاز وبيبتدي يزق، اللي هو بيزق بويت، بوزن معين، فقال لنا دلوقتي بيزق بويت علشان يعمل amount of identification او deformation، يعني هو دلوقتي بيعمل deformation. بصوا بقى الفرق ده عن ده، يعني ده بيخليه فلات لكن ده بيخليه ايه، بصوا ده بيخليه فلات زي ما احنا شايفين لكن ده حصل فيه ايه identification او deformation كده نتيجه وزن معين، تمام. يبقى ده الايدنتيشن وده الابلينيشن، الابلينيشن اوكي تمام. طيب بعد كده عايزين نتكلم بقى عن اخر اتنين باذن الله، الاوكيولار موتاليتي تيست والستيت اوف ريفراكشن اوف ذا اي. طيب قال لنا الاوكيولار موتاليتي تيست اللي هو دلوقتي اختبار حركه العين، وده مهم جدا علشان خاطر سهل اللي هو يتعمل اساسا، انا بشوف فيه هل الشخص ده عنده سكنت حول او لا، تمام، اللي هو يعني ايه سبب السكنت اساسا، نتيجه اللي هو الاكسترا اوكيولار ماسل حاصل فيها مشكله فبالتالي ممكن تؤدي للسكنت، تمام. طيب قال لنا ازاي نفحص الاوكيولار موتاليتي دي، الحركه دي مثلا. قال لنا اول حاجه هخلي البيشنت وشه مثلا ايه، هخلي البيشنت انا مواجهه قاعده قدام البيشنت معنا صح، تمام، واكون جايه مثبته الراس بتاعت البيشنت ما يقعدش يتحرك، راسه ما تتحركش خالص، وابتدي استخدم الفينجر بتاعي او السمول فيكسيشن تارجت، يعني حاجه مثلا ايه يركز عليها على مستوى الاي ليفل، على مستوى العين بتاعته، ببتدي على مسافه 10 ل 14 انش، مش لازم المسافه دي، قدام البيشنت، وابتدي احرك ايه، احرك صباعي، تمام. طيب with the patient looking in the primary position، البيشنت ده بيكون مش محرك راسه وثابت وبيكون باصص للبرايمري بوزيشن. ايه هو البرايمري بوزيشن؟ اللي هو الستريت اهيد، اللي هو باصص للامام بس. برايمري بوزيشن، البرايمري بوزيشن اللي هو البوزيشن الاساسي بتاعه ان هو باصص للامام بس، تمام، معنى ان هو باصص للامام بس، وانا دلوقتي بدات استخدم الفينجر بتاعي او السمول فيكسيشن تارجت، تارجت بيكون صغير ثابت ماشي، ببتدي استخدمه على مستوى العين بتاعته على مسافه 10 ل 14 انش قدام البيشنت ده، وابتدي احرك بقى اقول له ايه، اتبع التارجت، بص على التارجت بتاعك، تمام، اللي هو الصبع اللي انا مثلا مركب عليه اي حاجه عشان خاطر يركز عليه، وابتدي احرك بقى، مثلا احرك فوق، تمام، ادي اب، وبعد كده احرك ايه فوق يمين، وبعد كده يمين، بعد كده تحت يمين، وبعد كده تحت، وبعد كده بعد كده ايه تحت شمال، وبعد كده شمال، وبعد كده فوق شمال، تمام. انا كده اتحركت في ايه، في 6 كاردينال فيلد واب وداون، يعني كده 8 بقوا 8 اهو، انا اتحركت وبمشيهم بالترتيب، ما نطش من واحده لواحده، تمام، علشان ما اتلخبطش والدكتور يجي يقول لنا انتوا ما عملتوش الستة والاب والداون، لا احنا ماشيين واحده واحده، ادي اب، وبعد كده اللي هو بيكون اب اند رايت، وبعد كده رايت داون اند رايت، وبعد كده داون، وبعد كده اللي هو بقى نكمل بقيه الايه الاتجاهات. وممكن استعين اللي انا بايدي الثانيه ارفع الجفن او ارفع الاي ليد، الابر اي ليد بتاعت المريض بالفينجر بتاعي اللي هو اللي انا ما بستخدموش، ليه؟ علشان اقدر اشوف الداون جيز، الداون جيز اللي هو النظره للاسفل، لما اقول له بص لتحت كده اقدر اشوف اعمل ديتكشن للداون جيز واللي هو بيبص لاسفل. اخر تيست معانا ان شاء الله اللي هو determination of state of refraction of the eye، يعني ايه الكلام ده؟ انا عايزه احدد الحاله بتاعت انكسار الضوء في العين. طيب هو دلوقتي الـ في حاله الكلينيكال اوفثالمولوجي، يعني هو دلوقتي في حاله طبيه، تمام،
الانكسار معنى كلمة ريفراكشن دي بنستخدمها علشان خاطر أصف بيها عملية قياس الريفراكتيف ايرور بتاعة البيشنت. يبقى أنا كلمة الريفراكشن دي أنا بستخدم الاكسبريشن ده أو الترم ده بمعنى صح عشان أقدر أصف بيه العملية بتاعة قياس إيه؟ العملية بتاعة قياس الريفراكتيف ايرور، يعني هو دلوقتي اللي أقدر أقيس بيها الأخطاء في الانكسار بتاعة الضوء، الأخطاء بتاعة الانكسار في الضوء عند البيشنت، ومش بس أقيس بيها الانكسار بتاعة الأخطاء بتاعة الضوء اللي هو مش شايف على بعد قد إيه، لا وكمان بقيس بيها الأوبتيكال كوركشن، وأحدد الاوبتيكال كوركشن هو محتاج يتصحح له قد ايه. يعني انا دلوقتي هلبس محتاج تلاقيه يلبس نظاره مقاس كام مثلا علشان خاطر يقدر يشوف بالمعدل ده. الكوركشن ده بنحتاجه علشان خاطر يعمل فوكس لللايت، يجمع الضوء كله على ما اذا كان بعيد او قريب، اهم حاجه يجمعهن عند الريتنا، والبيشنت ده يكون الرؤيه بتاعته واضحه وبيكون مرتاح معنى صح. طب انا اقيم الريفراكشن انكسار بتاع البيشنت ازاي؟ هو عنده دلوقتي النسبه بتاعه الريفراكشن بتاعته او الريفراكشن ايرور اللي هو خطا في الانكسار، مثلا ممكن يكون عنده خطا في الانكسار لدرجه ان هو بيكسر الضوء بره الريتنا، وممكن يكسره قبل الريتنا، فهو دلوقتي ده خطا في الانكسار. فانا ازاي اقيم البيشنت ريفراكشن؟ ممكن اقيم اوتوماتيكيتد اللي هو اوتوماتيك اساسا عن طريق جهاز اهو، ده بنسميه اوتو ريفراكتروميتر. اوتو ريفراكتروميتر اللي هو بيكون بيقيس الاوتو اوتوماتيك ريفراكتروميتر اللي هو بيقيس الانكسار اوتوماتيك، تمام. طيب ده اول واحد. تاني حاجه الجهاز ده احنا عدينا عليه برضو كلنا لما كنا بنقعد ويقعد يقول لنا ايه بصوا على البيت، فاكرين لما بيجوا اللي هو الجهاز بيقعد يقول لنا بصوا على البيت وخلوا عينيكم ماشيه مع البيت، فهو ده دي الفكره كده بالظبط. طيب وبعد كده بيطلع لنا ورقه كده، الورقه دي بيكون فيها القياسات، وبعد كده الدكتور بياخد الورقه دي ويقعدنا بقى على التشارت اللي هو الفيجوال اكيوتي، وبيبتدي بقى يعمل المانيوال، تمام، اللي هو بيعمل ريتينوسكوبي اند ترايل لينس. الريتينوسكوبي اند ترايل لينس هي بيكون عباره عن فريم، لا الفريم لنضاره، تمام، بيبقى فريم نضاره كده وبيبتدي يحط ايه لينسز مختلفه، عدسات مختلفه، لحد ما يوصل اللي هو يقول انا شايف كويس. بعد كده ببتدي اختبر الفيجوال اكيوتي بتاعه، واهم حاجه بختبر الفيجوال اكيوتي عشان اوصل للبيست كوركتد فيجوال اكيوتي. احسن فيجوال الاكيوتي بيكون نتيجه التصحيح نتيجه اللي هو لبس النظاره، البيست كوركتد فيجوال اكيوتي. يبقى فيجوال اكيوتي اللي هو نتيجه اللي هو كوركتد صلحناه افضل حاجه. قال لنا البيست كوركتد فيجوال اكيوتي هو بيشير اللي انا بقيس الفيجوال اكيوتي اللي هو الاكيوتي او حديه الضوء عن طريق التشارت بعد ما صحح النظر الريفراكتيف ايرور بتاعته عن طريق اللي انا لبسته النظاره، تمام. التكنيك ده بيبقى نفس التكنيك، لكن الفكره اللي انا بس ملبساه الكوركشن بريسكريبشن لينز اللي هو بيكون العدسات اللي هو موصى بيها للتصحيح. يعني مثلا لو هو كان الفيجوال اكيوتي بتاعه قبل ما نخليه نصححه او نلبسه نظاره كان 6 على 36، يعني الشخص الطبيعي كان بيشوف عند 36 متر، هو كان بيشوف عند 6 بس، تمام. انا دلوقتي لبسته النظاره بقى يشوف عند 6 على 6، تمام. يعني هو دلوقتي الشخص الطبيعي بيشوف على 6 وهو بقى يشوف على 6، يبقى ده البيست كوركتد فيجوال اكيوتي، يعني ده احسن رؤيه هو يقدر يوصل لها عن طريق النظاره بعد الايه ده ليه بعد ما صححت له، يعني بيست كوركتد فيجوال اكيوتي. انا كده خلصت، يا رب تكونوا استفدتوا. لو حد عنده اي مشكله يا ريت تبعتولي.